مرحبا تحضيرية، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ اليوم درس الجديد بخصوص الفصل أو الملحق الثاني، عفوا، من الفصل الثاني فيزيولوجيا الأنسجة المستثارة. رح نكمل مثل ما حكينا بهذاك الدرس الأول، حكينا شوي نوعا ما شيء له علاقة بالخلية وما الخلية. هلا رح نركز دراستنا على العضلات وكيف بتتحرك وشو في جواتها. صراحة هذا القسم شوي جاف، رح حاول يعني في شغلات ما بتنشرح، في شغلات رح نتابع عليها فيديوهات نفهمها 100%، وفي شغلات راح تطفى يعني لأنه ما بتنفهم يعني، والباقي راح أحاول أشرحه. طيب هلا حتى نفهم، أول شيء الفهرس شو هو؟ النسيج العضلي الهيكلي والأملس. هو صراحة هاي المحاضرة باختصار هي مقارنة بين العضلات الهيكلية يعني مثل عضلات إيدينا ورجلينا، والعضلات الملساء مثل عضلات مثلا المعدة والأمعاء وهيك شيء. هي يعني هي مقارنة، بس ما مقارنة هيك مثل كأنه طلاب بكالوريا، لا، مقارنة دكاترة يعني. فالعضلات مبدئيا هي يا عضلات ملساء يا اما عضلات هيكليه، تمام. هلا في عضله هيك شاذه كثير وحكينا عنها بالفصل الخامس، انه اللي هي عضله اللي هي عضله هيكليه كبناء كبناء نسج يعني، ولكنها كفعل وكعمل عضله ملساء. نحن بنعرف الفرق الاساسي بين العضلات الملساء والهيكليه، ان العضلات الهيكليه تتبع لاراده الانسان، يعني انت فيك تحرك ايدك ايمت ما بدك، ولكن العضلات الملساء لا تتبع لاراده الانسان. يعني انت ما فيك تاكل اكله وتقول لمعدتك والله معدتك يا معدتي لو سمحتي ما تهضمي الاكل او ما تتحركي، ما فيك. فعضله القلب هي صح عضله مخططه، هي عضله هيكليه يعني، ولكنها تسلك سلوك العضلات الملساء. طيب هلا لحتى نفهم نحن، انت بتروح تشتري مثلا هيك فخد، اوكي، مثلا فلنفترض فخد فروج او فخد خروف او الى اخره. هي القطعه الفخد، اوكي، هي القطعه هي ليف، هي عضله يعني. اذا بتشيل منها بتحطها هيك تحت المجهر، بتلاقي ليف جنب ليف جنب ليف جنب ليف جنب ليف، كثير في الياف جنب بعض، تمام. كل ليف عضلي بقى بيتالف من عده وحدات، من عده شغلات يعني، تمام. اذا العضله الهيكليه متكونه من الياف عضليه مجتمعه، ماشي. طيب كل ليف عضلي بقى مكون من ليفات عضلية، تصغير لكلمة ليف، يعني شغلات مثل الليف لكنها قصة على أصغر. هلا بنشوف، وغمد محيط فيها يعني شيء أكيد، هيولة مشان تسبح الشوارد والماي جواتها وإلى آخره، وشبكة هيولية العضلية. ونحن بالبيولوجيا مثل ما بنعرف أي شبكة هيولية هي عبارة عن مخزن بيكون فيها شغلات، تمام. إذا ليش اسمها شبكة؟ لأنه بيكون معلقة بين 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 ثقوبة، إذا بدنا نحكي بكل شبكة فيها ثقوب، بيكون معلقة بين ثقوبة شغلات، يعني هي مثل مستودع ومخازن. هلا بنشوف مخازن شو هون. هالويفات العضلية فيها شيء اسمه اكتين ويوزين، هلا رح تسمعوا هالكلمه شيء 200 مره. الغمد اللي في العضله مكون من غشاء هيولي وغلاله خارجيه مثل اي شيء. نحن اصلا دائما عندنا شيء اسمه غشاء وغلاف، صح ولا لا؟ غشاء هيولي وغلاف خلوي. فالغمد اللي في العضله مكون من غشاء خيولي وغلاف خلوي، اللي هو غدا هو الغلاف الغلاله الخارجيه، هم بس مسمينه اسم غير يا جماعه. طيب طبعا نحن نلتزم بالاسم، ما دخلنا هالحكي كلياته مهم ما مهم يعني، او يعني بينقرا لحاله. هو بس عم بيقول انه الغمد، هلا وحده وحده رح يبل شو يحكوا لكم عنه، ماشي. اذا بس لحتى نفهم احنا نشوف الصوره، اذا هي هذا كله هاد ليف، يعني نحن مثل هاد بيجي واحد جنبه واحد جنبه واحد جنبه واحد جنبه هيك، هي هي العضله اللي انتم شايفينها، تمام. طبعا الاف مثلهم، مثل ما شايفين كل ليف عضلي فيه شغلات. هدول الصغار، هدول هدول ها هدول هدول شو هدول؟ رفعوا الدقه يا جماعه اذا فينكم. هذا كل واحد منهم هذا هو الليف، اوكي. هذا بقى المحيط فيهم، هذا مثل ما شايفين هيك فيه بخاويش صغيره، هي هي الغلاله الخارجيه، الغلاله الخارجيه مثل ما بيقولوا يعني، او الغمد، تمام. والجوا هذا الازرق اللي شايفينه هو بقى يا الهيوله يا اما يا اما في شيء اسمه اقنيه تي، يا اما شبكه السيتوبلازمية، يا بلا بلا، يعني في كتير شغلات، ماشي. طيب الغلالة بقى، بس شوي، الغلالة او الغمد اللي فيه يعني نحكي من برا لجوا شو فيه، اوكي. غشاء هيولي اختفى، ما اتفقنا، ما اختلفنا عليها. الغلالة الخارجية كمان ما اختلفنا عليها، ولكن الغلالة الخارجية شو هي؟ دائما يا جماعة انتم بتعرفوا نحن دائما بدنا شيء قوي ليدعم اي هيكل عم نعمله، ماشي. يعني اي خلية بدها هيكل قوي، اوكي. الهيكل القوي من وين بيجي؟ نحن اتفقنا الهيكل القوي بيجي يا من السكر يا اما من البروتين. يعني نحن لما بدنا نبني شيء فعلا صلب وبدنا نعمل غشاء هيك يكون قوي كتير، يا بدنا يا شيء سكري يا اما شيء بروتين، تمام. لهيك نحن بنشوف ال 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 يا اما طبعا شيء دسم كمان احيانا، هيك بنشوف غشاء الخلية شو فيه؟ اقنية بروتينية وفوسفوليبيدات،
تمام. بكره بالجراثيم بنشوف انه الجراثيم مكونه كمان من طبقه جليكوبيبتاد، يعني جليكوبيبتيد يعني، او يعني مخلوطه خليط بين البروتين والسكر. نحن المهم شو بدنا بهالحكي، نحن بدنا الغلاله الخارجيه بالعضلات. الغلاله الخارجيه المحيطه باللي في العضله بتكون مكونه من ماده عديده السكريات. اذا هي الماده، هي هذا شايفينه هون، هذا كله عديد السكريات. يعني عديد السكريات يعني في يعني سكر جوا، بلزق سكر بلزق سكر، لازقين ببعض هالسكريات. ماشي. طيب طبقة رقيقة بتجتمع الطبقة الرقيقة فوق بعضها فوق بعضها هيك، مثل كأنه الماما عم تعمل لنا ثلاج، بيصير عندنا غلالة خارجية تتجمع ألياف الوتر في حزم، وبالتالي تشكل أوتار العضلة التي ترتبط مع العظام. متوقع هذا الحكي ما في على الصورة، ولكن هون بس أفهموكم شغلة، بس إن نحن في أنا بتسمعوا أنتم شيء والله صار معه تمزق أربطة، ما بتسمعوا هاي الكلمة هيك والله واحد عم يلعب مثلا بنادي أو عم يركض وكسر صار معه تمزق أربطة. تمزق الأربطة يعني تمزقت هذه المنطقة، تمام؟ لانه في فرق بين تمزق تمزق العضلات يعني هذا كلياته تمزق، كلياته هيك تشقفوا عن بعضه. اما تمزق الاربطه هي هي ليش؟ لانه هي هذه المنطقه اللي هي الغلاله بتمتد لبعد العضل. يعني مثلا هون ما شايفين هاي ده، هاي العضله اوكي، هاي الغلاله بتستمر بقى للنهايه لبعد ما يخلص العضله وبتتثبت على العظمه. مشان ليش؟ مشان تثبت العضله منيح منيح. على سبيل المثال حتى نفهم اكثر، انتم عندكم عضله بالفخذ تمام، من 4 عضلات، ولكن المهم عضله واحده من عضلات الفخذ، فلنفترض العضله هي قدام اكثر واحده اكبر واحده، الغلاله اللي بتضل ماشيه 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 هيك لتوصل للركبه وبتلزق بالركبه. مشان شو؟ مشان عضله الفخذ تضل ثابته بمحلها وما تلعب وتروح يمين وشمال. ماشي. اذا هي مثل كانه مسمار يثبت العضله. فالخلاصه من الموضوع شو هي؟ انه الغلاله ببساطه اخر شيء بتتمادى من دون العضله، اذا هي دائما بيكون موجوده بلزق العضله، بلزق الليف. شايفين؟ ها، غلاله عضل عضل غلاله. لا، عم بقول لكم انه بنهايه العضله ما بيضلوا هيك، بس الغلاله بتضل لحالها وبتشكل شيء اسمه اوتار العضلية اللي هي بتثبت العضلة بالعظام. ماشي. طيب هلا الكتين والميوزين شو هن؟ اللي هن بيكونوا هن البنية الأساسية للليفات العضلية، والليفات العضلية بنية أساسية لشو؟ للليف العضلي، والليف العضلي بنية أساسية لشو؟ للعضلات. اتوقع المخطط هذا لازم يكون فاهم. الأعداد هون ما كثير مهمة، ازاي بروتين كبير متبادل، بس يعني حكي ما كثير مهم. طيب هلا هون بقول لكم انه في شيء اسمه، يعني ليش نحن بنسميها عضلات مخططة؟ العضلات الهيكلية، هلا اسم العضلات الهيكلية لأنها بتشكل هيكل الجسم الإنسان. يعني إذا أنتم بتشيلوا شكل العضلات الهيكلية تمام، بصير الإنسان شكله مثل هدول الجمجمة ونشوفهم بمخبر التشريح، يعني جمجمة وعظام بس وشوات وأحشاء. فاللي عم بيعطي هيكل الجسم شكله هي العضلات الهيكلية، لهيك اسمها عضلات هيكلية. طب ليش اسمها كمان بسموها اسم تاني اللي هي عضلات مخططة؟ لأنه هي فيها خطوط، خط نير أو يعني بالمجهر بينشاف، وخط ما بينشاف بالمجهر تمام، او ما او بينشاف عتم. فيعني يا شرائط فاتحه يا شرائط غامقه. الشرائط الفاتحه بقى هي هي خيوط الاكتين. اذا يا جماعه نحن عندنا تتالي خيوط، تتالي خيوط على المجهر. هلا بنشوف الصوره، الخيوط اللي بتعطي النور بتعطي الضوء هي اسمها خيوط اكتين. ماشي. طيب الخيوط اللي ما بتعطي نور هي اسمها ميوزين تمام، وفي نهايات الاكتين ممكن كمان ما تعطي اوكي، ولكن هي بشكل عام بشكل يعني ميجوريتي هي الخيوط الميوزين. اسمها ما بيهمني سبب تسميتها مش جسور متصلبة. هلا بنتابع فيديو من لكم شو هي الجسور المتصلبة، بس بيهمني شغلة انه الجسور المتصلبة هي موجودة بالميوزين وليس في الاكتين. هاي الشغلة بس حطوها ببالكم. هلا رح نشوف شو هي الجسور المتصلبة. روقوا شوي. القرص زد بروتين خيطي. هلا بنشوفه كمان على الصورة. هلا بتوقع هذا الحكي كلياته هلا رح نشرحه. لسه في شيء اسمه القصيم العضلي هو اللي بيناتهم. طيب اوكي يا جماعة، هلا معناها خلينا نشوف هي الصورة حتى نفهم شو عم يصير. هاد يا جماعة اللي شايفينه هيك لونه اصفر، هذا اللييف عضلي، اللييف تصغير ليف، لييف تمام. اذا نحن اتفقنا اللييف العضلي مكون بشكل اساسي من اكتين وميوزين تمام. طيب هذا اللي شايفينه بالاحمر، الخطوط اللي شايفينه بالاحمر او هون اذا بالتكبير يعني ليك، هالخط الاحمر هالخط الاحمر هالخط الاحمر هالخط الاحمر، هذول هن خطوط الميوزين. الخط الازرق اللي شايفينه السماوي هاد ما فينا انا هون اعلم على الصورة للاسف، ولكن خلونا نكبرها شوي. هذا الخط الازرق السماوي هاد تمام، هذا الاكتين اوكي تمام ممتاز. ايه
طيب الخط الأزرق هذا العامل هيك زجزاج زج 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 زج، هذا هو الخط زد، تمام؟ هذا هو الخط زد اللي اتفقنا للمجموعة البروتينات. أوكي، مثل ما شايفين الأكتين الميوزين لا يرتبط مع الزد، مستحيل أوعى. وهذا السؤال على فكرة ممكن يجي على الفحص، اللي بيرتبط مع الخطوط زد هي الأكتين، هي الأكتين صح، هي الأكتين ليك السماوية. أما الميوزين اللي لونها حمراء ما بترتبط، لا أوعى، هالشغلة كتير مهمة، تمام؟ طيب الخطوط الميوزين هي الخطوط القاتمة، الخيوط الأكتين هي الخطوط النيرة. لهيك انتو شوفوا خط نير على المجهر، يعني احنا بنحكي شو يعني خط نير، يعني بيعطي ضوء على المجهر، خط على المجهر نير، خط قاتم نير، قاتم نير قاتم، تتالي الخطوط النيرة والقاتمة بيعطي شكل تخطيطي مخطط، يعني ماشي ماشي. فلهيك سميت العضلات المخططة. هلا قال شايف هذا الخط زد، هذا اللي شايفينه هون، وشايف هذا الخط زد، هذا اللي شايفينه هون، تمام؟ بيناتهم بقى هذا هو بيسموه الساركومير. ساركومير، إذا ما هو الساركومير أو شو ترجمته؟ أنا حافظه بالإنجليزي، ترجمته القصيم العضلي. إيه، إذا شو هو القصيم العضلي هذا؟ قال هو المنطقة اللي بين زجزاجين، المنطقة بين خط زد وخط زد، تمام؟ إذا هذا ليش اسمه زد هذا؟ لأنه ليك شكل حرف مثل حرف الزد، زجزاج. فبين زجزاجين، بين خطين زد، هي المنطقة يلي هي بتحوي اكتين وميوزين، يعني هذا هو القصيم العضلي، واللي هو المنطقه الاساسيه المسؤوله بالتقلص، اللي لها علاقه يعني بالتقلص، تمام؟ هلا جوا في هيوله، هون في هيوله، هيوله هون، كله هذا محيط فيه هيوله، يعني مشان تعرفوا هالشيء. وفي شبكه سيتوبلازميه كمان، الشبكه السيتوبلازميه الهيوليه، هذا كلياته موجود هون، ولكن هون رسمي لكم بس خطوط الاكتين والميوزين مشان ما يدخلوا لكم الصوره وتعجق، يعني مثل ما بيقولوا. طيب إذا هي الصورة تانية، يعني نوعا ما أنا شفت الصورة اللي منزلها من النت أحسن. هون بيكون الشبكة الهيولية العضلية، احنا شو اتفقنا الشبكة مسؤولة عن شو؟ مخازن، مستودعات. بالعضلات يا جماعة نحن بحاجة، هلا رح نشوف، بحاجة كالسيوم، فبالتالي الشبكة الهيولية العضلية هي مخازن للكالسيوم، هي مستودعات للكالسيوم. هلا بنشوف الكالسيوم قديش ضروري. يا جماعة نحن هلا عم ندرس عضو اسمه عضو العضلات، عضو العضلات مسؤول عن شو؟ مسؤول عن التقلص. إذا نحن هلا كل حكينا بدنا نعرف كيف العضلة عم تتقلص، نحن بندرس القلب بنشوف كيف القلب عم ينبض، بندرس التنفس بنشوف الرئة كيف عم تتنفس، هون بدنا نشوف العضلات كيف عم تنقبض. ففي شاردة كتير مهمة بجسمنا هي شاردة الكالسيوم، مسؤولة عن انقباض العضلات. طيب هون مراجعة، بنية الخيوط الأكتين، بنية خيوط الميوزين والأكتين. طيب هلا إذا خيوط الميوزين، شو هي خيوط الميوزين؟ هي الخيوط القاتمة، يعني قال فيها سلسلتين ثقيلتين وأربع سلاسل خفيفة. الأربع سلاسل الخفيفة حق نص فرنك، ويعني يمكن ما بنعمل منهم سؤال. السلاسل الثقيلة هي المهمة، هي فعلا هي الميوزين حرفيا. قال يا بتكون هن سلسلتين مكونين ذيل خيط الميوزين، تمام؟ يا إما باثنين مشكلين رأس الميوزين. اذا نحن بنية الميوزين، وهلا رح نشوف فيديو، بس معلش لو 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 هالتفاصيل هلا ما حكينا فيها، هلا بفيديو رح يوضح كلهم. اذا نحن الميوزين السلسلتين اللي له يا بيتحلزنوا مع بعض، يعني هيك بيدوروا حول بعض، وبالتالي بيعملوا ذيل، يا اما بيتكوروا فوق بعض، وبالتالي بيشكلوا راس. اوكي تمام. طبعا الراس كمان بيساعد بتشكيله اربع سلاسل خفيفه، بس مشان يعني نحكيها على اساس يعني، بس المهم هي الرؤوس الكبيره يا جماعه. اذا سلسلتين ثقيلتين تتلف حوزتين تسكن زي زي الميوزين، سلسلتين ثقيلتين تنطوي احداهما على اخرى وتالي تشكل راس الميوزين، ماشي؟ طيب الجذور المتصلبه اللي بنحكي فيها اتفقنا هي موجوده وين؟ بالميوزين. ملاحظه هم يمتلك راس الميوزين تأثير مشابه لتأثير انزيم الالتباس الى اخره. هلا بنحكي كمان هذه كلها رح نشوف هذا الفيديو، بس تشوفوا الفيديو، وراح احط رابط الفيديو طبعا بالوصف مشان اللي بده يرجع له او حابب يشوفه مره ثانيه، يعني كمان مشان يشوفه على هداوته. خيوط الاكتين، هلا خيوط الاكتين فيها حكي اكثر صراحه. معلش خلينا نفتح الفيديو مشان نحكي وحده وحده وما تدخلوا كثير بالحيط. مره نتابع الفيديو، هلا نحن بس رح نتابع لانه فيه صوره بالفيديو. تمام يا جماعة، إذا مثل ما شايفين نحن هون هذا اللون بنفسجي، والمدري شو هذا اللون الأصفر،
هذا اللي حواليه يعني، المهم اللون البنفسجي وهذا الاصفر، هذا هو الميوزين مثل ما مكتوب على كلكم شايفين الميوزين. اذا الميوزين سلسلتين يا بتتحلزن مع بعض مثل ما شايفين هذا اللون البرتقاني او الاصفر او مدري شو، يا اما سلسلتين بيقعدوا فوق بعض فبشكلوا الراس هذا اللون البنفسجي. اذا يا جماعه شو بدي باللون الاحمر فوق؟ اللون الاحمر فوق هو الاكتين، ما بهمني، انا بهمني تحت الميوزين. الميوزين مكون من سلاسل ثقيله، السلسلتين الثقيلتين بتسلك طريقين مسلكين، يا بيتحلزنوا على بعض بيرتبطوا مع بعض بالطريقه مثل ما شايفين هذا اللون البرتقاني، يا اما بيتراكبوا على بعض فوق بعض وبالتالي بشي يصير شكلهم راس، وبالتالي هذا بشكل الراس. اذا الميوزين مكون من راس وذيل، ولكن كمان في شغله كثير مهمه بالميوزين مكون منها اللي هي اللي بيربط الراس مع الذيل اللي هي هذا الذراع. علوا الدقه شوي لانه هون انا ما بقدر الون يعني، بس مشان نفهم هذا المحل عم بأشر انا بالماوس، هذا هو الذراع. اذا شو وظيفه الذراع؟ وظيفه الذراع هو ربط الراس بالذيل، ماشي؟ كمان هو ميوزين، كمان هو سلاسل ثقيل والى اخره، بس يعني هي شغله مهمه وهي المسؤوله عن الحركه. هلا رح نشوف الحركه اللي عم نحكي عنها نحن. اذا يا جماعه الحكي الخلاصه بالموضوع، تتقلص العضلات بتحريك الاكتين والميوزين بعضهما الى بعض، هي هي تقلص العضلات. يعني انت ما بتقلص العضله، يعني انت عم تحرك الاكتين والميوزين لبعض، فلهيك نحن عم ندرس بنيه هي دول البروتينين لانه هن كثير مهمين، تمام؟ هلا خيوط الاكتين بقى، لا خيوط الاكتين في الى شكل ثاني. اليا تروبونين يلي هو كثير شيء مهم هلا رح نقرا عنه، هو تروبونين ثلاث انواع تي اي سي، يا اما تروبوني يا اما تروبو ميوزين. تروبو ميوزين كمان هلا رح نحكي عليه ونشوف شو العلاقه هذا مثل هو الحاجز يعني، والاكتين الخيطي اللي هي البنيه الاساسيه للاكتين. اذا يا جماعه نحن هون عم نحكي هلا على بنيه ثانيه مختلفه تماما عن بنيه الميوزين. البنيه الميوزين بسيطة على فكرة نوعا ما، يعني هي بس راس وزيل وذراع بيوصل بين الراس والزيل، ولكن لما بدك تحكي عن الاكتين فالاكتين شوي صراحة مختلف. انت عندك بالاكتين ثلاث شغلات مهمة اللي هي بنوقف هون معلش، بس ركزوا بالصورة اللي عم بقول لكم عنها. هذا اللي فوق اللون البنفسجي هذا كلياته، والاخضر والاصفر وهيك، هذا كلياته شو بسموها؟ اكتين. اللون البنفسجي اللي هيك صار كمان مثل حلزوني مثل ما شايفين هيك حلزونات على بعضهم، هذا العمود الفقري للاكتين، تمام؟ اذا هذا اللون البنفسجي هو هذا الاكتين الخيطي، تمام؟ اوكي، هذا الاكتين الخيطي. طيب يعني التروبوميوزين شو هو؟ التروبوميوزين هو هذا الشريط الاصفر اللي شايفينه، الشريط، انتبهوا ما عم بقول لكم على الدوار الصفراء، الدوار الصفراء كالسيوم، ما بهمني هذا الكالسيوم ما كالسيوم. ها خلينا نرجع شوي الاشاره هيك. ها اذا يا جماعه البنفسجي اتفقنا هو الاكتين الخيطي، الاصفر هذا هيك المحيط الاصفر 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 هيك النازل وطالع نازل وطالع، هذا الترومبوميوزين. الاخضر بقى مثل ما مكتوب عن كل هيك مكتوب هو الترومبونين، وفي عنده ثلاث رؤوس مثل ما شايفين، راس اثنين ثلاثه ماشي اي سي تي. هلا بنشوف صوره هون كمان اوضح يا جماعه، هي صوره، ها الاحمر هو الاكتين الخيطي، الازرق هو التروبونين تمام بثلاث رؤوس لإله، الاخضر بقى هو الترومبوميوزين. هلا بنشوف شو وظيفته لهدول، ماشي؟ طيب هدول مولكيلات ومعلومات بصميه يعني حفظوها طول وما طول وكيف كذا والى اخره. في شيء خلينا نشوف، ما في يعني هون، بس يا جماعه في شغله، الاي دي بي بيرتبط مع الاكتين، الاي تي بي بيرتبط مع الميوزين. هالفكره كثير مهمه، انتبهوا فرقوا بين الاي دي بي والاي تي بي يا جماعه. خيط التروبوميوزين هلا هي الفقره صراحه بعد ما تحضروا الفيديو كلياتها رح تفهموها. الترومبونين كمان هلا بنحكي فيه. اذا هلا المكونات تاعت التروبونين، يعني هو بيقول هو جزء بروتيني لا بلا بلا، اول من ثلاث مكونات اللي هي تروبونين سي اي تي، لازم نحفظهم لهالحروف، وظيفته هي التحكم بالتقلص العضلي، ماشي؟ اذا هلا كيف في عندنا طريقه نحفظهم لهيدي؟ انا هلا شوي هيك يعني حسيتها سهله، اللي هي تروبونين اي يعني هي اكتين. اذا لا كثير مهم وكثير بيجي هالسؤال على فكره، لانه ليكو طلع لما هيك بتشوفون يعني سؤال اتمته هذا، يعني يعني معمول كانه خلقان لسؤال اتمته. تروبولين اي يملك الف قويه للاكتين ام يملك الف قويه للتروبولين ام الف قويه للشوارد الكالسيوم ام الف قويه مثلا للميوزين، فبيكون الجواب اجباري اكتين. اذا كيف بدنا نحفظه؟ التروبولينين اي اي يعني اكتين، حرف الالف هيك بنفس الرسمه مثل ما شايفين نوعا ما يعني، بس احفظوها بشي طريقه. هلا التروبونين تي هو للترومبوميوزين، اذا شايفين الترومبو ت
فالترومبونين تي، وعلى فكره يا جماعه يعني هو انا ما هي طريقه مخترعه من هن اللي هيك سموه، يعني هن ليش حاطين حرف، يعني ليش منقوا من كل الابجديه حرف التي؟ لانه الترومبوميوزين ببلش بالتي كمان، ماشي تمام. اما هي اي طبعا انا مخترعه يعني. المهم الترومبونين سي، ليش سموه سي؟ لانه في شوارد الكالسيوم، تعرف شوارد الكالسيوم شو رمزها؟ سي اي، فالترومبونين سي هو لشوارد الكالسيوم. فبس احفظوها بطريقه ما مدري كيف، المهم المهم بس تستوعبوا لانه مهم كثير هذا، وممكن يجي سؤال هلا هون بنيه دقيقه وداخلين فيها منيح. معلش خلينا نرجع نراجع لانه الفكره كثير مهمه هون، هون لب الفصل، هذا الفصل كله عم يحكي عن هذا الموضوع بس، لهيك عم نرجع بنعيدها. الترومبوميوزين اللي هو اللي احنا اتفقنا هو الباب، هلا رح نرجع نشرح اكثر من هيك، هو هذا اللون الرمادي، اللون الازرق الغامق او مدري شو بسموه هذا اللون موف او كذا، هو الاكتين الخيطي، هو العمود الفقري مثل ما شايفين، هو الاكتين، هو حرفيا كانه هو الاكتين، ماشي. الباقيين هدول زوايد. اما الترومبونين اللي مكون من ثلاث شغلات هو ليكو سي اي تي، مفهوم لحد هون؟ مفهوم، ممتاز. يعتمد البابا ما بدهمنا، وصل ممتاز. هلا هون الحكي مهم يا جماعه، احنا بدنا نفهم بقى نحن كيف بتتقلص العضلات، اوكي؟ هذا الحكي كتير مهم، ركزوا عليه. بنبلش من انه عندنا خليه عصبيه وفيها محور، والمحور بتعرفوا في نهايته في الازرار الانتهائيه، الازرار الانتهائيه بتيجي بتفرز ماده الاستيلكولين، بتتوضع على العضله، فالعضله بتصير فيها كمون عمل، بتنشا فيها كمون عمل، واتفقنا كلمه كمون عمل، ازاله استقطاب، كهرباء، سياله عصبيه، لا بلا بلا، كلياته نفس المصطلح، نفس المعنى تماما. الخلاصه بالموضوع شو هي؟ صارت هذا التدفق العصبي او هي السياله العصبيه دخلت بدها تكهرباء كل العضله، ليش؟ مشان العضله كلياتها تقوم بوظيفه، نحن اتفقنا الكهرباء شو وظيفتها؟ الكهرباء بتروح على الغده بتقول لها الغده فريزي، بتروح على العضله بتقول لها العضله تقلصي، بتروح على القلب بتقول له القلب انبوض. اذا هي السياله العصبيه، هي الله عامل لنا السياله العصبيه، فهون نحن عم نحكي عن العضلات، لا عم نحكي عن الغده اللي تفرز ولا عم نحكي عن القلب لينبوض، نحن عم نحكي عن العضلات، تمام؟ العضله هون شو وظيفتها؟ شو مهمتها العضله؟ مهمتها تتقلص، وبالتالي انا السياله العصبيه اللي بدي اياها بدي اياها توصل لكامل العضله مشان العضله تتقلص كلياتها بشكل متواقيت، تمام؟ يا جماعه في شغله، انتوا لما بتحملوا مثلا شغله، تمام؟ بتحملوا كاسه مي بتكون تشربوها، فانتوا بتكونوا منزلين ايديكم للاخير، فاردين ايديكم على الاخير، بعدين بتبلشوا ترفعوها لايدكم شوي شوي شوي، صح ولا لا؟ انتوا بهي الرفع انتوا عم تعملوا تسلسل بالعضلات، يعني انتوا بس عندكم العضلات البعيده اول شيء هي عم تتقلص، بعدين العضلات الاقرب لكتفكم، بعدين العضلات الاقرب اقرب اقرب الاخير، عضله كتفك ذات نفسها هي بتتحرك مشان تقرب لك كاسه المي لتبك. هذا التسلسل كثير مهم، سواء على يعني اذا عم نحكي على مبدا عضله كامله ولا عم نحكي على مبدا ليف صغير بالعضله. لهيك نحن لازم يعني الخلاصه بالموضوع، لازم يكون عندنا سياله عصبيه توصل لكل العضله بنفس الوقت مشان تتقلص بشكل متواقيت، تمام؟ ما تتقلص بشكل عشوائي. لهيك عندنا هي البنيه الحلوه كثير كثير، من شكلها مبين انه كيف اذا مرق اي هدول، فنفترض هدول شايفين هدول الاخضر، افترضوا هدول سيارات وافترضوا هدول طرقات. انتوا متخيلين هدول الشغلات الخضر هدول كيف فينهم يعبروا من هون لهون لهون لهون؟ اذا شايفين كيف هذا الشيء الازرق شيء كتير متشابك مع بعضه كتير داخل؟ هدول بقى اسمه الاقنيتي. اذا ما هي الاقنيتي؟ الاقنيتي هي اقنية موجودة بالليفات العضلية، تمام؟ مسؤولة عن ايصال السيالة العصبية لكامل اللي في العضلي بشكل سريع واني ومتواقت وبذات الوقت، تمام؟ لانه هيك متفاغرين مع بعض وكثير متشعبين مثل ما شايفين يعني، اوكي؟ اذا هي وظيفه الاقنيه المستعرضه او الاقنيه تي. طيب هلا اليه العمل التقلص، هي الفقره كلياتها هلا فينا نقول نحن بلشنا نقراها، نتابع عليها الفيديو، ما بعرف اذا هذا هو الفيديو اللي عاملينه الار بي سيز ولا لا، هلا بدنا نشوف. هذا هون اذا عم اتفق مع هذا الحكي كلياته، لانه ماشي. هلا هاي فيديو اول، هذا خلينا نتفرج نسرع الفيديو شوي. اذا شايفين يا جماعه، اذا بس شوي، اذا نحن هون عم بفرجوكم انه نحن بدنا حركه تقلصيه، يعني فينا نقول يعني تلاتبيه، اوكي؟ مثل ما اتفقنا يعني ما بدنا بشكل عشوائي. شايفين هلا اول شيء نحن حركنا ايدينا هون، الايد الهون، تمام؟ بعدين بنحرك هون، بعدين حتى الكتف كله بيتحرك، ماشي؟ مثل شايفين لك هاي الايد تحركت، هلا تحرك العضد، بعدين ممكن يتحرك الكتف، فبالتالي يعني حتى اذا على مبدا العضلات الكبيره او مبدا العضلات الصغيره بدنا شيء بشكل متواقت، لهيك موجودين الاقنيتي، اوكي؟ هلا بدنا ندرس بقى، اذا هاي من فوق العضله، اوكي؟ من بالنص اللي ليف، الليف مكون من ليفات، الليفات هذا الصوره تحت،
الليمفات مكونة من أكتين ميوزين وخطوط زاد، والخطوط زاد بيناتهم بين كل خط زد وزاد في القصيم العضلي اللي هو بيحوي أكتين ميوزين واللي هو المسؤول عن التقلص، اللي هو هلا عاملين لكم إشارة عليه بالأصفر بس مشان نفهم شو هذا الأصفر وشو شو هالصور شايفينها قدامنا. هي أربولكم على القصيم العضلي، هيدا الأزرق هو الأكتين، هذا الأحمر هو الميوزين. الصورة حلوة عم بفهموكم كيف هلا صار التقلص، مثل ما شايفين إذا بتركزوا على الجوانب هي خطوط زد مبينة كتير واضحة هون، ماشي؟ شايفين كيف الخطوط زد عم تقرب الاكتين والميوزين على بعض، الاكتين والميوزين عم ينقلصوا. هلا من هون ببلش معكم انه هي الصوره فوق فوق هي الاصفر هو نهايه عصبون، نهايه اعصاب، الاعصاب بتعطي تنبيه سيارة عصبيه استيل كولين مثل ما بنعرف. وبالتالي السيارة العصبيه لما بتدخل جوات العضله وظيفتها، اذا نحن اتفقنا بكل يا جماعه بكل عضو مثلا الغده، السيارة العصبية مسؤولة انه تخلي العضلة تفرز، اوكي؟ القلب كذا، الرئة كذا، بالعضلات مسؤولة عن تقلص. طب كيف بده يتقلص العضلات؟ اها، السيارة العصبية بس تدخل وبتتمر بالاقنية تي، فبالتالي هي بتوصل على كامل الليف العضلي، على كامل السار الليفات العضلية بنفس الوقت، وبالتالي بتخلي الشبكة الهيولية الباطنة تطلق الشغلات اللي جواتها. بتتذكروا شو اتفقنا احنا بالشبكه الهيوليه فيه؟ نحن اتفقنا هي مستودعات شو؟ الكالسيوم. يعني هذا الاصفر اللي شايفينه هذا حواليكم هذا كلياته شو؟ كالسيوم. اذا مرقت السياره العصبيه من من العصبون فوق مثل ما شايفين، وصلت على الليف العضلي، دخلت السياره العصبيه وتوزعت بكامل الليف العضلي بسبب وجود الاقنيه تي، تمام؟ سببت انه الشوارد الكالسيوم تطلع من مخازنها اللي هي الشبكه الهيوليه الباطنه مشان تتحرر وتدخل. هلا نشوف شو بده يصير. اذا نحن هلا قربنا على مسره كثير قريب هون شوفوا كيف شايفين. اوكي، اذا وصلنا هلا بقى على خط ميوزين وخط اكتين. بدنا نشوف بقى كيف بيشتغلوا مع بعض. مثل ما شفتوا الكالسيوم هذا لونه اصفر اللي طلع من الشبكه الهيوليه نتيجه وجود السياره العصبيه قعد على مستقبلات موجوده هيك يعني كراسي محطوطة، أهلا وسهلا تفضل اقعد عندي، اللي هي الترومبونين. إذا بتتذكروا الترومبونين سي، ليش اسمه سي؟ إلا لأنه له إلفة على الكالسيوم، يعني الكالسيوم لما بده يجي يقعد ما بيمون غير على على الترومبونين سي. قعد على الترومبونين سي، إيه، وبعدين شو راح يصير؟ شوفوا شو راح يصير. شفتوا؟ انتبهتوا شو عم يصير؟ إذا يا جماعة هذا اللي صار هلا هو هذول الخطوط الصفر اللي اتفقنا نحن هن الترومبوميوسين صغروا، تمام؟ صغروا يعني انفتحوا هدول الثقوب اللي شايفينه في هون ثقوب، ما بعرف اذا اللون الغامق البنفسجي الغامق، هن ما كانوا مبينين هالثقوب. ليش؟ لانه كانوا مغطاه هون الترومبوميوزين. لما قعد الكالسيوم على الترومبونين تقلص الترومبوميوزين او صغر او انضب، قام انفتحوا الثقوب كلياتهم. ها ليكم الثقوب، حاطينكم ميوزين بايندينج سيتس، تمام؟ الميوزين بالذات نفسه هذا تحت الاحمر كمان بياخذ اي تي بي وبيشترى، مثل ما اتفقنا بنزين الخليه هو فوسفات، فبيحول الاي تي بي لاي دي بي مشان يستعمل البي الزياده مثل ما شفتوا بانه يتقلص، بعدين بيجيب اي تي بي جديده بيشترى لاي دي بي وبي مشان يرجع يتقلص. طبعا بنحتاج كمان كالسيوم جديد من اول جديد مثل ما شايفين اي تي بي. طبعا بيحطوا لك انه الميوزين اتي باز، يعني هو له قدره مثل ما اتفقنا يا جماعه. في شيء نحن كان عندنا انه في نحن بنحتاج عوامل او مضخات او كذا لحتى يحولوا الاتي بي لادي بي، تمام؟ فالميوزين عنده هي القدره اللي هي انه تحويل الاتي بي لادي بي اللي هو اتي باز، بيقولوا له اتي باز، باز يعني تحويل الاتي بي لادي بي. ليش؟ مشان يستهلك البي الزياده كطاقه، اوكي؟ وهذا كذا بتتكرر العمليه من اول وجديد. إذا يا جماعة فينا نحن نلخص الموضوع بشكل تالي، نحن عنا أكتين، أوكي؟ هاد أكتين شكله صيني، هاد أكتين. إذا الأكتين بحب الميوزين عشان يتقلصوا مع بعض، ماشي؟ وهي الميوزين، ولكن في باب مثل ما شايفين بيناتهم، اوكي؟ هذا الباب شو اسمه؟ هذا الباب هو الترمبو، نكتبه هون ترمبو ميوزين.
إذا الباب اللي بيمنعهم هو التريمبو ميوزيم، مثل ما شفنا إنه كيف ما في محلات يقدروا يدخلوا منهم، الفتحات هيدول لونه بنفسجي غامق. إذا هذا شو هو؟ هذا ميوزين. ميوزين ماشي يا جماعة. إذا هذا الباب ما فينو ما عم بيخلي الاكتين والميوزين يلقوا مع بعض. هلا لكل باب قفل، صح ولا لا؟ وبالتالي القفل الموجود هون، هذا القفل هو شو اسمه؟ هذا القفل ترومبونين. ماشي، ترومبونين. طيب ماشي، الترومبونين مين مفتاحه؟ مين اللي بخليه يتقرص؟ هو الكالسيوم. إذن المفتاح هذا على أساس مفتاح، هذا كالسيوم، سي أو عفوا كالسيوم. ماشي أوكي يا جماعة، بشكل مختصر كتير كتير. ماشي يلا بسرعة، عنا شيء اسمه أكتين وميوزين وأكتين، بدهم يقربوا مع بعض ويتقلصوا مع بعض، ولكن في حاجز، هذا الحاجز اللي لونه أسود يلي هو الترومبو ميوزين. ماشي، الترومبو ميوزين فيه قفل يلي هو الترومبونين. الترومبونين يحتاج مفتاح لحتى يفتح، وبالتالي بيجي المفتاح اللي لونه أخضر هذا وهو الكالسيوم. يعني الكالسيوم بيجي بيتوضع على القفل يلي هو الترومبونين، فبالتالي بيفتح هذا الباب يلي هو الترومبو ميوزين، وبالتالي بيجتمعوا الأحبة، بيجتمع الأكتين مع الميوزين وبيصير التقلص. اوكي، مرة ثانية بنتابع الفيديو الثاني للتوضيح الفكرة بعد ما رسمناها، بتوقع صارت الفكرة اوضح. alright، اذا هو عم بفرجوكم هذا كلياته الليف، العضلة يعني، وهاد اللي بالنص هو الليف، وهذا الاصغر بقى هو اللييف، واللييف بقى بيجي التقلصات مثل ما اتفقنا من العصبون، بيدخل لجوا، مسكوا كل واحد ساركومير بين خط زد وخط زد، جواته في اكتين وميوزين. خلينا نسرع الفيديو شوي. اكتين وميوزين، طبعا هون راسمين لكم الميوزين بشكل افضل، لهيك انا بتذكروا شغلتوا لهذا الفيديو قبل على فكره، لانه هون راسمين لكم الميوزين بشكل كتير مرتب، مثل ما شايفين، شايفين ميوزين هون راسمين لكم الميوزين بشكل مرتب اكثر، شايفين؟ مين اللي عم بيخلي الميوزين يتحرك يا جماعه؟ هذا الذراع، الذراع يلي يعني بيوصل للراس مع الزين. في شغله كثير مهمه تذكرت احكيها، الجسور التصالبيه اللي حكينا عنها، الجسور التصالبيه اسمها تصالبيه يعني لما بيلتقي الاكتين مع الميوزين. شوفوا لما لاقوا بعض الاكتين والميوزين وعملوا هاي الحركه، هذا هو الجسور التصالبيه، شايفينها؟ ها، اذا كروس بريدج يعني الجسور التصالبيه، هي حاطط لكم لون اسمها جسور لانه صار جسر يصل بين الاكتين والميوزين، لكن المسؤول عن هذا الجسر مين؟ الميوزين وليس الاكتين. هذه الشغله كثير مهمه حطوها ببالكم. اوكي، فهي اسمها جسور التصلبيه الميوزينيه وليس الاكتينيه. اذا ها شايفين كيف ممتاز عم يتحرك، عم يتحرك ا دي بي، شايفين ا دي بي؟ هذول الصفر، هذول الكالسيوم، شايفين كيف ال ا دي بي بياخذ بي بيصرف بي وبيروح ال ا دي بي بقى لحاله، فبيرجع ا تي بي، بيرجع بيفصل ال ا تي بي ل ا دي بي، وبي منفصل شاردي بيستخدم البي كبنزين، وهكذا وهكذا الى اخره. مفهوم؟ اذا هون عم يرسموا لكم اياها بشكل افضل. هي الكالسيوم، هدول الزرق هن الترومبونين، هدول الخيوط هن الترومبوميوزين. تمام، ليكو حاطين لكم هي التسميات كلها مكتوبه بالانجليزي، بس عزبوا حالكم بعد شو روى شوي بالانجليزي بتسوي بتوضح عليكم الفكره تماما. تمام اوكي، اذا هلا مثل ما رح نشوف، اذا نحن هلا عنا عمو اكتين وعمو ميوزين بدهم يتقلصوا مع بعض، ولكن في حاجز يلي هو الترومبوميوزين ما بيخلي الاكتين يفتحوا مساماته. اوكي، فلهيك هلا بيجي المفتاح اللي هو الكالسيوم بيتوضع على القفل اللي هو الترومبونين مشان يخلي الباب يفتح. توضع المفتاح بالقفل، ها فتح الباب، صار في نون هيدا هيك، ها هي الثقوب بتاعت الاكتين، توضع علي الميوزين، وبالتالي صار في شيء اسمه الجسور التصالبيه، وبالتالي صار التقلص. تمام، هذا السركم يعني هون عم بقول لكم انه ها شايفين هذا الاصفر، هذا يا جماعه شايفين هذول الشغلات الصفر، هذول الكالسيوم، ها كالسيوم، ليكو هي مشاكل مثل الشبكة، طلعوا هيك شكل مثل الشبكة، هي الشبكة الهيولية
الباطنيه، تمام؟ شايفين كيف جواتها الكالسيوم؟ هاي عم يفهموك لانه الكالسيوم جواتها لهي، لانه هي كلياتها مخازن للكالسيوم، ماشي؟ بتوقع ما في شيء مهم يعني، هون بس عم يفهموك انه تقل وسط بالضلع بتصير من اول وجديد. هون بس عم يفهموك انه مين اللي خلى الكالسيوم يطلع؟ السياره العصبيه، حكينا بهالموضوع يعني. وهكذا بتتقلص العضلات، ها، من الليف بيتقلص لليف بيتقلص لاكلمان للليف عم يتقلص، الليف اكل بيتقلص، هيك لا نوصل للعضله، عضله الايد هون بهالمثال هي اللي عم تتقلص بشكل كامل. اوكي، اذا وضعيه التقلص في وضعيه الراحه تكون هي هذه خيوط الاكتين ممتده من القصيم العضلي متداخل بشكل ضئيل فيما بينها. يعني هذا الحكي كلياته يعني ما انه ما انه كثير مهم، ولكن انه يعني شوي بده شكل فراغي فينا نقول، فانتوا فيك على التكرار فيكم تحفظوها، تمام؟ يعني هون عم بقول لكم تكون نهايه خيوط الاكتين الممتده من القصيم العضلي المتداخل بشكل ضئيل فيما بينها بوضعيه الراحه. يعني لما هون ثاني شوي، حتى نفتح الصورة، إذا يعني بيكون تداخل صغير زي ما أنت ما بيقولوا، شايفين هون هدول، هدول الثقوب، هدول الثقوب اللي فتحوا ببضاعة الراحة، هيك بيكون شكله، ما صح؟ بضاعة الراحة هيك، فهدول عم بيقولوا لكم إنه تكون نهاية خيوط الأكتين ممتدة في القصيم العضلي المتداخل بشكل ضئيل فيما بينها. إذا مثل ما شايفين، وين الصورة صارت؟ إيه، مثل ما شايفين هون يدوب مبين، أصلاً ما مبينها هلا هون بالصورة أبداً ما مبينها. إحنا شو عم نحكي يا جماعة؟ عم نحكي عن هالثقوب هي، هلا ليك هي الثقوب هي، ايه، فبقول لكم بوضعيه الراحه ما بتكون باينه. ليش؟ لانه بيكون مغطاها الترمبوميوزين، ما احلاها تبين، تمام؟ في باب بيناتهم يا جماعه. بالوضعيه التقلص لا، بتبين، بتتداخل مع خيوط الميوزين وبتصير التقلص الى اخره. طيب يعني هيك حكي يعني، اتوقع مفهوم يعني. اتوقع حكي كلياته مفهوم بعد ما نشوف الفيديوهات. هلا بقى التقلص العضلي، هلا التقلص العضلي حكينا نحن بهالفقرة صراحة، ولكن يعني هي نفس الفيديوهات، ولكن انتم بترجعوا بتقروها من هيدا المخطط، يعني بهيدي الرسمات بتابعوها وحدة وحدة مثل ما قالوا لكم، احسن ما تقروها من فوق اول شيء وتدخلوا ب 60 حيط. يعني انا هذا رأيي، بس مرتب لكم اياها بشكل احسن. يعني انا مثل ما حكيت تماما بالفيديو. هلا بس في شغله هون بالدائره صراحه لازم نركز عليها، اذا نحن اتفقنا البي اي هو الفوسفات اللي هو البنزين، يعني نحن بنستغله عشان يصير هالحركه هي. هلا في شغله كثير مهمه هون، اللي هي انه جزيئه الاتيبي لما بتقعد على الميوزين مثل ما اتفقنا، بعد ما يخلص الفعل بيجي الاتيبي بتقعد على الميوزين. تابعوا الفيديوهات اذا ما فهمتوا الفكره هسه. الاتيبي اللي بتقعد على الميوزين لما بتقعد هي نتيجه وجودها ونتيجه الثقلها للاتيبي، لانه هي ثلاث جزيئات فوسفات، بينزل الميوزين وببقى بيرتبط مع الاكتين، تمام؟ اذا هلا هي صار التقلص، اوكي، تمام. هلا شوف الاتيبي بتيجي، لما بتيجي بينفصلوا، اذا كثير شيء مهم، الاتيبي ما بتبذل طاقه، اذا نحن ما خسرنا بي هون، شايفين كيف هي الاتيبي ذات نفسها خلته للميوزين ينزل بفعل الثقله يعني. فهمتوا كيف؟ هي الشغله كثير مهمه. يعني الواحد بفكر انه الاتيبي لانه انفصلت اي دي بي وبي لهيك انفصلوا، يعني انفصال الاكتين والميوزين بده طاقه، لا، الاتيبي هي ذات نفسها من دون طاقه ميكانيكيا بتنزله للميوزين، تمام؟ ولكن بعدين عمليه لما بده يرجع الميوزين لوضعه الطبيعي راح تنفصل الاتيبي لبي مشان تكون متهيئه لحتى الدخول بمرحله جديده اللي هي مرحله انه ترجع يتقلص والى اخره. بس هي الشغله كثير مهمه احنا كان لازم نحكي فيها، انه ترتبط الجزيئات هيدا مما يسبب فك ارتباط الرأس الميوزيني عن الاكتين دون شطر الاتي بي، يعني ما خسرنا شيء من الاتي بي نهائيا. اوكي، العلاقه بين حموله العضله، يعني هون عم بفهموا كل شغله. يعني اذا انت مثلا حملت ريشه ما مثل اذا حملت فيل، تمام؟ يعني الريشه بتحمل فورا، بتتحرك ايدك كيف ما بدك فورا، اما الفيل فما فينك تحرك ايدك وتحرك. يعني مثلا انت بتحمل، مثلا انت قاعد بنادي الحديد حملت وزن 5 كيلو، ما قلت لما بتحمل 50 كيلو، انت فينك تحمل 50 كيلو فلنفترض، فينك هيك تحركه، ولكن اكيد ما راح تحركه بنفس قدره ال 5 كيلو، تمام؟ اذا كل ما كانت الحموله اكبر كل ما راح يكون التناسب مع السرعه اقل يعني، تمام؟
عندما يصبح الحمل مساوي لأعظم قوة تستعمل بالضعف، فإن سرعة التقلص تصبح مساوية للصفر، وبالتالي لا ينتج عمل حقيقي بالرغم من التفعيل اللي في العضلي. شو يعني هذا الحكي؟ أنا بقول لك شو يعني هذا الحكي. بتلاقوا اثنين تمام عم يتقارفوا، تمام عم بيلعبوا مقارفة، لما انتوا بتطلعوا عليهم من بعيد، العمال هدول ما بيعملوا شيء، مع انه هن بيكونوا شو بيكون يعني كل واحد حاطط كل تقله بايده، صح ولا لا؟ ولكن اثنيناتهم اذا كانوا بنفس القوة طبعا ولا حدا بيقدر يزيح ملي واحد الثاني. شو اللي صاير هون؟ اللي صاير انه قوته للاول قد قوته للثاني تماما، لدرجة انه عضلات ايديهم ما في عضلة عم تتغلب على عضلة، يعني لا عضلة الاول عم تقدر تتغلب على عضلة الثاني، ولا عضلة الثاني عم تتغلب على عضلة الاول. لهيك الحمل يعني اللي هو عضلة الخصم لما بتكون مماثلة لقوة قدرة العضلة، يعني ايد اللي ضدي قوتها بنفس قوتي تمام، فسرعة التقلص رح تكون مساوية للصفر، ولن ينتج عمل حقيقي. يعني انتم مرة تشوفوا العضلات عم تتحرك، مرة تشوفوا ايدي عم تروح يمين وشمال، مع انه هن متوترين كتير، يعني ايديهم كتير بيكونوا شادين. ومتوقع فهمتوا علي الفكرة، نفس الفكرة تماما فيكم تاخذوه بأي منحى، اللي بيلعب حديد بيعرف على فكرة بهالحكي. لما مثلا انت بتحمل دمبل كتير ثقيل تمام، يعني وزن كتير ثقيل، وبترفعه لنص مثلا نص المسافة، فما بقى فيك تكفي فيه اكثر بقى من هيك، مستحيل، مع انه انت بتكون عم تبذل كل عضلاتك، يعني كل عضلاتك عم تشد عم تشد، بس خيو مستحيل. يعني اللي بيوقف عليك من بعيد بيقول لك العمليه هذا ما عم يلعب هيك، واقف متصمد هيك، ومع انه انت بتكون يعني عضلاتك متوترة، بس ليش؟ لانه الحمل خلص صار باعظم قوة، بقى العضلة فينا تعطي اكثر من هيك. مثال المؤارفة بتوقع مفهوم. الطاقة المستخدمة في التقلص العضلي، هذا الحكي كلياته نفس الفيديوهات يا جماعة، هذا الحكي كلياته بتاخذوه من الفيديوهات. ها يعني مرة رجع اشرح انه هو شوي بده يعني شوي الواحد يحرك عقله، يعني مثلا عملية ضخ الشوارد تمام، اذا بتوقع هذا حكي مفهوم، انه يعني مين اللي بيخلي الكالسيوم يطلع من الشبكة الهيولية؟ في طاقة؟ نحن حكينا طاقة، ما في طاقة يا جماعة بتصير غير لما الأكتين والميوزين بدهم يتقلصوا على بعض، لا لما الميوزين بده ينفصل عن الأكتين، ولا لما الكالسيوم بده يطلع، كل هذا حكي فاضي تمام. الميوزين بينفصل عن الأكتين مثل ما اتفقنا، بشو؟ بالآي تي بي، بوزنه. الكالسيوم بيطلع من مخازنه بفعل السيالة العصبية، ما بفعل الآي تي بي، ما بدنا طاقة نهائيا بهالمرحلة. الفيديو موضح هالشي يعني. هلا عملية الآي تي بي مثل ما اتفقنا شايفينها، إذا لا تتطلب شرط الآي تي بي واستخداما لطاقتها في فك الارتباط. طيب بس في شغلة كتير مهمة، هلا الكالسيوم، انا بقول لكم الكالسيوم بخلص شغله وبيرجع لمخازنه، اذا الكالسيوم بيطلع من مخازنه بفعل السيالة العصبية، بيشتغل شغله، بيقعد على الترمبونين بيعمل هالحركات لا بلا بلا، بيرجع لمخازنه. اوكي فهمنا. طب الاي تي بي بتتحول ل اي دي بي وبي، صح ولا لا؟ اي تي يعني 3 بتصير اي دي ديو يعني 2 وبي لحال. طب السؤال كيف بدنا نحصل على الاي تي بي؟ معناها نحن كل ما انه عم يخلص اي تي بي يا جماعه، انتم كل ثانيه بتكونوا عم تحركوا الاف الليفات العضليه والقصيمات العضليه، صح ولا لا؟ طب كيف عم نلحق الاي تي بي لكل هالجماعه؟ من وين عم يجي هالاي تي بي؟ كل اي تي بي عم ينفصل عم يصير اي تي بي وبي، كل اي تي بي عم ينفصل عم يصير اي تي بي وبي، من وين عم نجيب نحن كل هالاي تي بي؟ يعني ماشي غريب. الاي تي بي بيجي من ثلاث مصادر، يا الاي تي بي اوكي العضله خلصت الاي تي بي اللي عندها تمام، بقى من وين بدها تجيب مصدر طاقه ثاني؟ قال اول شيء عندنا شيء اسمه الفوسفوكرياتينين، واسمه فوسفو لانه هو بيشتغل مثل الاي تي بي، يعني هو بفسفر الاي تي بي فبصير مصدر للطاقه. يعني كيف يعني؟ يعني قال تمتلك جزيئات التعادل 5 مرات لا بلا بلا، يعني هو طبعا اقوى من الاي تي بي، مجموع الطاقه المدخر الى اخره، هذا الحكي ما كتير مهم. اذا بس مشان نفهم هاي الفقره شو هو الفوسفوكرياتينين، الفوسفوكرياتيني هو المرحله الثانيه اللي بتيجي بعد خلاص الطب، يعني انا خليه انا قصيم عضلي اوكي، اكتين وميوزين بدي اجي اتقلص. لما بيجي اكتين وميوزين بفضوا الاي تي بي اللي عندهم اياها، المخازن الاي تي بي كلياتها، بيجي بيقولوا من وين نجيب بقى الاي تي بي؟ بيجيبوا بقى الكرياتينين، بفسفروا الكرياتينين، فبصير في عنده طاقه، الفسفره الكرياتينين بتعطي طاقه مدخره اقوى بكثير بتعادل 5 مرات من قوه الاي تي بي. يعني هو مثل لاعب احتياط، اذا بدنا نفترض انه اللاعب الاساسي الاي تي بي خلص، فهذا اللاعب الاحتياط هو الفوسفوكرياتينين. المرحله الثانيه اللي هي تحليل الجلوكوجين، بكل عضلاتنا لا يوجد عضله ما فيها جلوكوجين، والجلوكوجين هو يعتبر مثل الفرن الاحتياطي، يعني فيكم تعتبره مثل مخزن احتياطي للطاقه. ليش؟ شو بيعمل الجلوكوجين؟ الجلوكوجين شو يعني كلمة؟ يا جماعه الجين بالطب بالمصطلحات، وان شاء الله بتاخذوا السنه الجايه المصطلحات، كلمة جين يعني مولد، يعني منشئ، يعني خالق تمام. فالجليكوجين يعني مولد الجليكو، والجليكو يعني جلوكوز، ف
فهذا مولد الجلوكوجين، يعني هذا مولد الجلوكوز، يعني هذا الجلوكوجين يا جماعة هذا بأي لحظة ممكن يتحول لجلوكوز، تمام، لجلوكوز. ومثل ما تعرفوا ما بتكون حدا يقول لكم الجلوكوز شو هو؟ مصدر للطاقة. نحن بنتغذى، نحن ككائنات حية مصدر الطاقة الأساسي هو الجلوكوز، أوكي؟ طيب إذا مصدر الطاقة الأساسي هو الجلوكوز، أوكي. طيب معناها يعني شو عم بصير هلا؟ يعني التحلل الجلوكوز والجلوكوجين، اوكي، بيتحول فورا، بيتشكل يا حمض بيروفي يا اما حمض اللبن، طبعا يا يعني يا عن طريق الهواء يا اما عن طريق الهواء، لا بلا بلا، يعني ما داخلكم هي تفاصيل، هي صراحه كيمياء حيويه بتاخذوها السنه الجايه. ولكن الخلاصه بالموضوع شو هي؟ انه نحن الجلوكوجين ليتحول ل دي لحتى يفسفر الار دي بي، يعني يحول الار دي بي ل تي بي، تمام، فهو بيتحول من شيء اسمه جلوكوز، هذا بتعرفوه الجلوكوز، بمر بسلسله تفاعلات رح تاخذوها بالصيانه الحيويه بالكيمياء الحيويه رح تعقدكم، رح تكفروا منها، رح تسبسبوا منها، لهيك ما رح احكي هلا فيها. فبتحول بالاخير لشيء اسمه حمض البيروفات. هي المرحله اللي بتحول من الجلوكوجين، تمام، لحمض البيروفات، بتطلع هيك بتطلع طاقه فوسفاتات كثير، بتخلي الادبي يصير اتبي. اذا خلاصة هالفقرة كليات شو هي؟ هي شوي حكي كيمياء. نحن عندنا جلوكوجين، تمام، الجلوكوجين اذا حولناه لحمض البيروفات، هيك اسمه حمض بيروفي او البيروفيك اسيد، بتنشأ عنه بيات كتير. هالبيات بتجي لعند الاي تي بي وبتندمج معه وبطل بيصير اي تي بي، اوكي، ممتاز ممتاز. لكن لحتى يتحول الجلوكوجين يعني الجلوكوز لحمض البيروفات لازم يكون في اكسجين، لازم الخليه تكون عم يجيها اكسجين، تمام. لما ما بيكون يوجد اكسجين لسبب من الاسباب، فالجلوكوجين راح يتحول لحمض اللبن بهالطريقه، يعني او فيك تقول لحمض البيروفات هو راح يتحول لحمض اللبن. الخلاصه بالموضوع شو هي؟ انه راح يتحول لماده ثانيه بتعطي كمان اي تي بي، ولكن ما بنفس الاي تي بي، بتعطي كمان بي يمزج مع الاي تي بي ويتحول اي تي بي، ولكن ما كثير، وبالتالي ما كثير بيتشكل اي تي بي. يعني الطريق الهوائي اللي بيقولوا علاقه بالاكسجين، تمام، اللي بيخلي الجلوكوجين يصير حمض بيروفي بيعطي كتير، رح يعني محصلته كتير اي تي بي. اما الطريق الما هوائي اللي هو حمض اللبن ما بيعطي كتير اي تي بي. يا جماعه هذا المثال هو اللي لما يروح بيلعب بالنادي بيعضل. كلمه تعضيل شو هي؟ هذا حمض اللبن هو اللي بيعطيك شعور التعضيل، هو اللي بيالم لك العضلات، هذا التعضيل انه عضلات كذا، هذا حمض اللبن. سببه انه عضلاتك كتير اشتغلت وكتير لزمة طاقة، فكتير حللت الجلوكوجين، كتير خلت الجلوكوز يتحول لحمض البيروفات. لكن نتيجة انه انت عم تلعب بشكل عنيف جدا، تمام، مثلا الحديد او سباحة او كذا، وانت ما كان متعود جسمك، اوكي، فالخلايا لازمة اكسجين لدرجة هائلة، قد ما كان اخذت اكسجين اسا لازم اكثر، وبالتالي الجلوكوز رح يقول لعمي يا جماعه انا بدي اكسجين لا اتحول لحمض البيروفات، وما في اكسجين زياده، الاكسجين كلياته عم يستهلكه بشكل سريع جدا. شو بساوي؟ قال معناها خليني اسلك الطريق الثاني اللي هو انا اتحول من الجلوكوجين لحمض اللبن. بهيدا الشكل انا بامن اي تي بي، صح اي تي بي اقل، ولكن المهم بامن اي تي بي للعضلات، لانه العضلات عم تتحرك، عم تحمل، انت عم تلعب حديد، عم تسبح الى اخره. فلهيك بيتحول بالطريق اللي بسموه اللاهوائي، يعني ما معتمد على الهواء، ما معتمد على الاكسجين، فبيتحول لحمض اللبن وبيعطي اي تي بي، صح اي تي بي اقل ولكن بيعطي اي تي بي، بس كمان بيعطي حمض اللبن، وحمض اللبن هذا هو اللي بيعطيك شعور التعضيل يعني. طيب اذا انت مباشره تزويد الطاقه على تشكيل مدخرات الفوسفوكرياتينين، اذا يا مباشره الاي تي بي يا اما الاحتياطي تاع الاي تي بي اللي اتفقنا شو هو الفوسفوكرياتينين. اذا تكمن أهلية السبب، السبب الأول تفاعلات تحلل السكر تحدث حتى في غياب الأكسجين، ها هذا الطريق الثاني حمض اللبن اتفقنا عليه، ماشي، ولذلك يمكن استمرار تقلص عضلي بده تصل إلى دقيقة واحدة عند عدم توفره، هذا الحكي وقت مهم، سرعة تكوين الـ ATP السبب الثاني بواسطة تحلل السكر، يعني حكي كده بدكم تحفظوه نظري يعني. استقلاب التأكسدي، يعني صراحة الاستقلاب التأكسدي هو الأساس بحياتنا اليومية. يعني احنا يا جماعه انا ما بحكي عن موضوع انه مثلا انت والله تلعب نص ساعه ساعه بالنادي وتجهد حالك زياده، وانت بتصير بحاجه انك تحرق شحوم، عفوا تحرق سكريات والجلوكوجين عندك، لا، نحن عم نحكي بقى بشكل اهم، نحن عم نحكي عن الحياه بشكل عام. يعني انت من اول ما تفيق لا شو بدي اقول لك لا تنام، انت بتكون حركت برياح عضلاتك شيء ألف مره،
وكل عضلة مثل ما بتعرفوا فيها آلاف الليف العضلي، وكل ليف عضلي فيه آلاف الليفات العضلية، وكل ليفات عضلية فيه آلاف الأكتين والميوزين، وكل أكتين والميوزين بده آي تي بي. وبتطلع من وين بنجيب هاي الآي تي بي؟ بتطلع نحن عم نحكي هلا عن أرقام كثير كبير، ما عم نحكي عن حالات والله لعبت بنادي ساعه ولا رحت ركضت شوي لحتى حرقت الفسفور كرياتينين ولا حللت الجلوكوجين. احنا بنحكي بشكل عام بحياتنا بالتايب المعيشي من اول ما تفيق لتنام، هالحركات العضلات كلها من وين عم تجيب طاقه؟ يعني لحد هلا احنا ما قدرنا نجاوب على السؤال. الجواب لهالسؤال يا اصدقائي هو الاستقلاب التاكسدي. ما هو الاستقلاب التاكسدي؟ قال هو المصدر الاخير والثالث للطاقه، وهو هو اهم شيء. قال هو ببساطه هو كوكتيل بيقعد بالجوات المتقدرات. المتقدرات هي يا جماعة شو هي المتقدرات؟ بتعرفوا انتم الميتوكوندريا شو هي المتقدرات؟ المتقدرات هي خلاط بتحطوا فيها هالخلاطة. انا بقول لكم شو الوصفة، يلا عدوا على اصابعكم وصفة كيف نصنع ATP. اذا منال للعالم، مطبخ منال للعالم، كيف تصنع ATP؟ بتحط اكسجين، تمام، بتحط شوية سكر، بتحط شوية دسم، بتحط شوية بروتين، بتخلطهم جوات المتقدرة، مبروك عليك طلع لك ATP. اذا هذا وصفة المتقدرات يا جماعة، ركزوا معي. اذا هو اكسجين زائد سكريات زائد دسم زائد بروتين، شغلات تانية كمان ليش لتتكون الـ ATP، تأتي بهذا بلا 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 بلا. يعني هذا الحكي اها شايفين يا جماعة، يستمد اكثر من 95% من الطاقة لازم لإنجاز التقلص المضيد من هذا المصدر. شايفين يعني هو اهم شيء. اوكي هو اهم شيء، يعني هذا بتوقع الحكي هون مفهوم. هلا فعالية طيب ماشي، بس خلونا نروح نشرب ماي. طيب هلا الفعالية التقلص العضلي كيف يعني نشرحها؟ يا جماعة انتوا فيكم تعتبروا ان العضلة، يعني احنا عندنا العضلات هي مثل مثلا فينا نعتبر مثل هي مولدة، تمام؟ يعني احنا بنحط المولدة بنعطيها بنزين مشان تقوم بفعل، فحسب كل مولدة إلى قدرة أو إلى استطاعة أو إلى عمل يعني، تمام؟ فمثلا بنقول هالمولدة مثلا بتشغل براد، المولدة بتشغل بيت كامل، المولدة ما بتقدر تشغل غير لمبات، يعني هالحكي هذا. فلحتى نحسب فعالية آلة أو تحريك العضلة من مدخول الطاقة، لازم نعرف إنه نحسب الطاقة اللي عم تنقلب لعمل، تمام؟ لأنه الطاقة اللي ما بتنقلب لعمل فهي رح تتحول لحرارة. إذا نحن الطاقة النسبة المئوية من الطاقة اللي عم نعطيها اللي هي تبعها شو الأطباء اللي عم نعطيها للعضلة إلى مصريين، يا رح تروح حرارة يا إما رح تروح عمل، تمام؟ والحرارة بتصير بطريقتين، يا حرارة لأنه اشتغلت، تمام، يعني لأنه عملت العضلة اشتغلت، يا أما لأنه صار في مثل فينا نعتبر احتكاك بين القسيمات العضلية، لأنه القسيمات العضلية لما بتحتك مع بعضها نفس الشيء بتكون عم تستهلك طاقة بشكل ما له لازم. يعني كيف يعني؟ لأن احنا العضلة المهمة عندنا نحن التقلص، صح ولا لا؟ تمام. أي عمل تاني عم يصير، اي عمل تاني زيادة، هذا فينك تعتبره انه عم يحرق طاقة وما عم يصب بمصلحة العضلة او يعني بوظيفة العضلة اللي هو التقلص. فلما العضلة بتطلع حرارة، العضلة وظيفتها تطلع حرارة، شيء مين مسؤول عن الحرارة بالجسم؟ والوطاء، تمام؟ فالعضلات ما مسؤولة عن الحرارة. العضلات اذا احتكت ببعضها، العضلة الليفات العضلية والساركومير عفوا القسيمات العضلية، يعني اذا احتكت ببعضها هذه الطاقة عم تنصرف، هي طاقة ما رايحة على العمل العضلي، ما رايحة على التقلص، رايحة على شيء تاني، وبالتالي هذا كمان إهدار. فيعني عم بقول لكم هون يمكن يفسر الأمر بطريقتين، إنه ليش كل هالطاقة عم تنهدر؟ إنه شيء 87 و 57%، قال لأنه انتبهوا نصف الطاقة من عناصر الطعام، شو عناصر الطعام؟ هذول اللي جايبين من الاستقلاب التأكسدي، بتذكروا المتقدرات بتاعت الخلاط وهيك في أثناء تشكيل ATP. وهيدي والنص الباقي بينحذف 50%، يعني نصه كمان بينحذف الى عمل فيما بعد. اذا انا عندي فلنفترض 100، ال 100 بتتحول ل 50، بعدين 50 بتخسر 50%، يعني بتصير 25، هي هي عمل الطاقه. وبالتالي شو لاحظتوا قديش خسرنا نحن؟ اذا نحصل على الفعاليه لازم ننتقل لحد تساوي الى 30. اذا هون عم بقول لكم بس شغله، انه نحن اذا بدنا نقلص العضله بطريقه، طبعا يا جماعه هذا الحكي كلياته حكي مخابر، يعني انه اكثر من انه والله تجارب حقيقيه يعني، ولكن المهم انه عم بقول لكم انه ايمت اكثر شيء فينا نخلي العضله تتقلص بشكل مثالي، يعني كل الطاقه اللي مثلا اعطيناها 100 ATP تتقلص بقيمه 100 تقريبا، يعني بس مشان نفهم الفكره، تمام؟ لازم تكون سرعه التقلص الى السرعه 30%. ليش؟ طب يعني ليش نص نص؟ ليش ما انه تكون بطيئه او تكون سريعه كثير؟ لانه اذا كانت بطيئه كثير فهي رح تطلع حراره كثير،
وحر يعني، يعني وبالتالي الطاقة نحن اتفقنا راح تروح يا حرارة يا شو يا تقلص، وبالتالي راحت راحت الطاقة باتجاه الحرارة وليس باتجاه العمل، تمام؟ طيب إذا تقلصت العضلة بسرعة كبيرة شو راح يصير؟ هذا الشيء راح يخلي نسبة كبيرة من الطاقة، بده بحاجة نسبة كبيرة من الطاقة للتغلب على الاحتكاك اللي سجل ضمن العضلة، لأنه أنت عم تحرك العضلة كثير، عم تحرك العضلة كثير، فراح يكون في احتكاك كثير، احتكاك كثير بفترات، يعني بالعادة يكون في احتكاك، بس بين كل احتكاك واحتكاك في فترة من الهدوء والراحة اللي بيكون عم يتأمن فيه أي تي بي، عم يتحول أي تي بي لا أي تي بي، ولكن نتيجة تتالي الاحتكاكات احتكاك 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 هيك 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 ما بقى في وقت لحتى يتشكل الاتي بي، بالتالي كل الاتي بي اللي عم تصرفه انت اللي جايبه على العضله راح ينصرف على الاحتكاك مو على العمل، تمام؟ اوكي. والحالتين السابقتين راح تنقص فعاليه التقلص، يعني الزايد اخو الناقص مثل ما بيقولوا، لا تكون بطيئه كثير ولا تكون سريعه كثير، 30%، تمام؟ اوكي. اذا تقلص كامل العضله حكي ما كثير، وهون بس عم بقول لكم انه احنا كيف رح نعرف التقلص العضلي، هذا كله حكي مخابر مثل ما قلت لكم يا جماعه. انا بنشوف الرجات او الموجات العضليه، يعني هذا الجهاز بيقيسها، يعني كيف بنعمل اثاره عصب، يعني بنكهرب عضله، ليف عضلي هيك بنكهربه بالمخبر فبنشوفه، يعني حكي مخابر يا جماعه ما كثير مهم. هلا هون هي فقره مهمه والله، التقلص الاسوي للمقاسات، اذا التقلص الاسوي التوتر مهمه، التقلص الاسوي للمقاسات او الايزومتريك، والاسوي التوتر الايزوتونيك. الايزومتريك او اسوي المقاسات، هلا رح نتابع فيديو عن هذا الموضوع، تمام؟ من اسمه اسوي المقاسات، شو يعني؟ يعني طول العضله هذا هو نفسه. طيب تقلص اسوي التوتر، يعني التوتر العضله هذا هو نفسه، تمام؟ اذا مفهوم الحكي. طيب هلا المقارنه هيك كلياتها بنتابع فيديو، هلا في شغلات لازم تحفظ، هلا هون هذا المسهل البند هذا رح تحفظه بس اجباري، بس يعني نوعا ما اللي بتبقى هات لنتابع الفيديو. طبعا انا هي الحركه فلنفترض، هلا رح نشوف شو يعني الايزوتونيك والايزومتريك او المقاسات والتوتر، تمام؟ هو عم بيحكوا لك عن نوع ثالث، يعني انتم ما ذاكرين عنكم فنحن ما كثير بهمنا. الايزومتريك مثل ما اتفقنا اسوي المقاسات، اوكي؟ مقاس مترك، مقاس مترك حرف الميم نفسه، اوكي؟ طيب هلا هذا الايزوتونيك، يعني هذا اسوي التوتر. اذا يا جماعه شوفوا شكل العضلة هون، شوفوا شكل عضلة البايسبس، العضلة العضدية مثل اي الرؤوس العضدية، اطلعوا على شكلها لهي العضلة، تمام؟ كيف عم تصغر حجمها وعم تطول، عم تصغر وعم تطول حسب حركة الايد، ولكن الايد اللي عم يعمل هذا المريض اللي عم يعمل هي الحركة، او عفوا الشخص اللي عم يعمل هي الحركة، عم يبذل جهد، بمعنى يا جماعة بمعنى انه عم يحرك ايده برياحته، صح ولا لا؟ تمام. يعني التوتر المطبق على العضله هاي مانو متدرج زايد، يعني صراحه هي الفكره كيف راح افهمكم اياها من هيك من النت صعب شوي، بس بركز فيديو مثلا اذا تابعناه هلا بنشوف. مثلا هلا هذا الايزوتونيك يعني اللي تسوي التوتر، اذا تسوي التوتر اجباري المقاسات راح تختلف لانه ما نسوي المقاسات، وسوي المقاسات اجباري التوتر راح يختلف لانه هو سوي المقاسات، تمام؟ اذا يعني نحن عندنا شيء اسمه توتر، عندنا شيء اسمه مقاس طول، يا الطول راح يتغير يا اما التوتر راح يتغير، مستحيل. نحن هلا بعضلاتنا باي وضعيه عندك انت اياها، باي عضل باي وضعيه، قاعد نايم ماشي رايح جاي حامل تقل ما حامل تقل، عضلاتك عم يتطبق عليها نوعين اجباري، يا سويت المقاسات يعني هي ما عم تتحرك بس عم تتوتر، يا اما سويت التوتر يعني ما فيها توتر بس عم تتحرك. هون العضله مثل ما شايفين عم تتحرك وما متعرضه لاي توتر. طيب هلا حمل الشخص دمبل مثل ما شايفين او وزن يعني. طيب هلا هون لما مثلا لما المريض بيمسك بيوقف الوزن بالنص مثلا، عرفت علي كيف؟ مثلا ها ها وقف الوزن هون مثلا، تمام؟ هذا الايزومتريك، شايفين طلع على شكل العضله لو سمحتوا؟ هاي رح نوقف طلع على شكل العضله، العضله عم تتحرك شيء؟ العضله واقفه ثابته مثل ما انت بتمسك حرفيا، انت اذا ماسك حمل بهالطريقه هاي انت ما عم تحرك عضلتك، ولكن عضلتك عم تبذل جهد، يعني هذا الشغل كثير مهم. نحن هلا بس عم نحكي عن انه العضلات ممكن تبذل جهد حتى لو ما تحركت. بيجي واحد بيقول لي هو موضوع بسيط كثير انه لما العضله بتتحرك رح تبذل جهد، هذا يعني شيء اكيد،
يعني العضله عم تتحرك وتروح وتجي اكيد رح تبذل جهد، ولكن انه العضله ما عم تتحرك وعم تبذل جهد بيقول لك ايه الحاله الاولى اللي هي عم تتحرك وعم تبذل جهد، هذا اسوي التوتر تمام، عم تتحرك عم يتغير طولها ولكن التوتر نفسه. اما الاسوي المقاسات فهي بتكون ما عم تتحرك ما عم تطول، يعني هي بتخدعك على اساس انه هي ما عم تبذل طاقه، ما بدها ما عم تعمل شيء، ولكن هي بالحقيقه عم تعمل ولكن ما عم يتغير طولها، وانما التوتر هو اللي عم يتغير. اوكي ليش توتر هون العضله؟ انت بتوقع اكيد اي واحد بيلعب حديد ماسك شيء يوم بايام دمبل بهذا الشكل هذا وحاطه هيك بايده وماسكه اول دقيقه دقيقتين ثلاثه، بعدين ببقى ايده رح تستحمل صح ولا لا؟ بعدين ايده من لحالها رح تنزل. ليش؟ لانه التوتر اللي لها بلغ قيمه اعظميه بالاخير لحتى فضيت كل طاقه للعضله، وبالتالي بتنزل ايدك اجباري عنها. عرفت علي؟ كيف بتوقع اللي بيلعبوا حديد فهمانين علي عن شو عم بحكي؟ تمام. إذن هذا الإيزومتريك. هون مثال كتير حلو على فكرة. شوفوا هلا هذا الشخص، طبعا ليش عامل لكم اياها بهالشكل الجماجي وما بعرف، المهم هذا اللي عم يطلع وهذا القاعد. اوكي تمام، هذا طبعا هذا القاعد هو شكل تخيلي قاعد بلا كرسي تمام، فلنفترض واحد هيك بيقدر يقعد بهالطريقة هاي ويتوازن ومن دون كرسي، فهو قاعد هلا اوكي وما بيعمل اي شيء، يعني بتطلع لي قاعد بس هيك قاعد من دون كرسي، سبحان الله عنده عضلات برجليه كثير قويه. بس الخلاصه من الفكره شو هي يا جماعه؟ انه هذا الواقف عم يطلع على السيخ الثابت تمام، عم يعمل حركه، هذا ما عم يعمل حركه، ولكن بالحقيقه اثنيناتهم عضلاته عم تشتغل، هذا عضلاته عم تشتغل بشكل اسوي التوتر، وهذا اللي عضلاته عم تشتغل بشكل اسوي المقاصات، يعني هذا عضلاته ما عم تتغير، ما عم يتغير طوله، اما هذا عضلاته عم يتغير طوله. عرفتوا علي كيف؟ بس هذا اللي عم تغير الطوله، العضلات اللي عم تغير الطوله، التوتر اللي ذات نفسه هذا هو، اما اللي عضلات عنده ما تغير طوله، التوتر اللي له ما راح يكون ثابت، فراح يتغير تمام؟ مثل ما شايفين ها؟ هذا مسوي التوتر، شايفين كيف طول عضلته عم بيختلف؟ اما هذا القاعد لا، يعني هيك شيء. شوي الفقره يعني هي شبه بصميه، حاول تشرح قد ما في يعني ما بعرف. طيب الالياف العضليه سريعه التقلص، هلا يا جماعه في عندنا شيء اسمه الياف عضليه، اكيد ما اكيد يا جماعه ما كل الالياف العضليه عندنا اياها بسرعه واحده اكيد صح ولا لا؟ في عندنا الياف عضليه سريعه جدا جدا، نحن الله خلقنا اياها بدها تكون سريعه جدا جدا، وعندنا الياف عضليه بطيئه جدا جدا، ليش حتى يكون عندنا الياف سريعه جدا جدا؟ على سبيل المثال انت الياف عينك في اسرع من هيك؟ انت روح هلا اطلع على عينك من اليمين لليسار، خد مثلا حط عينك بالوحشي للانسي، في اسرع من هيك؟ سريعه جدا العضله صح ولا لا؟ وبالتالي كل عضله من الجسم مزيج من الياف عضليه سريعه والياف بطيئه، وعلى اساس بحدد الاغلبيه من الالياف، هل هي اغلبيه سريعه ام اغلبيه بطيئه؟ هي بتحدد هي العضله هي عضله سريعه ولا بطيئه تمام. طيب مشان نحفظ شغله كمان نحط، شوفوا السين والشين نفس الشكل، بس الشين فيه فتله وفتله ثلاث نقاط، فبالتالي العضله السريعه هي الشاحبه ماشي، والبطيئه وبالتالي البطيئه هي حمراء، مشان ما تخربطوا بيناتهم وتدمجوهم. اوعى، لانه بيجي هذا السؤال وكثير بحبوا يجيبوا من الالياف السريعه والبطيئه على فكره. طيب كبير الاقطار ضخمه يؤدي تقلصها لانتاج، يعني هون بس مقارنه يا جماعه، بس نفهم نحن اول وحده فهمنا كل شيء. الالياف السريعه يا اخي، انت بدي اسالك سؤال، انت هلا رايح مسافر تمام، وعندك اوتوستراد عريض وعندك زاروبه صغيره، يعني وين السيارات رح تقدر تمشي برياحتها اكثر وبسرعه اكبر؟ ما بالاوتوستراد نفس الفكره تماما، هي كبيره الاقطار تمام، كبيره، اما هي صغيره، طيب معناها كبيره الاقطار رح تولد قوه تقلص اكبر اجباري، يعني عضله عندك اياها هيك تعرضها قد الدب بدك اياها ما تكون قوه تقلص كبيره اجباري. طيب امدادها الدموي اقل، ليش امدادها الدموي اقل مع انه هي عضله اكبر؟ يعني لازم يكون دموي امداد الدموي لها اكبر، هلا بنشوف ليش. انتبهوا، اقل غزاره بالشعيرات الدمويه تمام، شيء اكيد عم نحكي امداد دموي اقل، ليش؟ لانه اقل غزار بالشعيرات الدمويه، بس طبعا ليش؟ يعني ليش طيب اقل غزار بالشعيرات الدمويه؟ ها ليك وليش؟ الاستقلاب التاكسدي، طبعا هون نشوف ملحق التصويبات، الاستقلاب التاكسدي بهيدي العضلات الالياف السريعه العضلات القطرة كبير لا تعتمد عليه بصوره اساسيه بانتاج الطاقه،
لهيك يفسر عدم غزارة الشعيرات الدموية. ليش؟ لأنه استقلاب التأكسدي شو هو؟ هو أكسجين مع دسم وبروتيناته وسكر إلى آخره، أكسجين. يعني من وين رح يجي الأكسجين؟ من الدم. فهي العضلات ما بتعتمد، هي الألياف ما بتعتمد أصلاً على الأكسجين. أنا ما بدي أكسجين يا عمي، أنا عندي مصادر طاقة، الجلوكوجين وتحلل الجلوكوجين والفوسفوكرياتين وهالقصص هي، ما بدي أكسجين بالأصل. فخيو ما معتمدة لا على الاستقلاب التأكسدي، وبالتالي الله جعل عمرك أعطتني شعيرات دموية، وصلت لي شعيرات دموية ولا لا ما بيهمني، وبالتالي وصلت لي دم بشكل كمية كبيرة أو قليلة ما بيهمني، جيب لي دم قليل، جيب لي شعيرات دموية قليلة، أنا أصلاً الأكسجين بتاعك ما لازمني، تمام؟ اذا مش نفهم هي الشغله، الار بي سي لا ريتهم حاطين هذول البندين، كان لازم يحطوهم اخر شيء، بس يلا معلش. المهم قال لي ان استقلاب التاكسيدي ساوها. اذا هون ما بعرف شو كانت، بس خلينا نشوف النقطه شو بطلع صار. عدد المتقدرات. ايه عم يقارنوك عدد عدد المتقدرات مع بعض، فعم بيقولوا انه نحن يا جماعه نحن اتفقنا المتقدرات هي المسؤوله عن الاستقلاب التاكسدي، فنحن عم نقول الياف ما معتمده على الاستقلاب التاكسدي، بحاجه شي متقدرات؟ ما بحاجه متقدرات. الالياف الوطيئه بالعكس تماما، امدادها الدموي غزير. ليش؟ لانه فيها كثير وفيره من الشعيرات الدمويه، تمام؟ وليش فيها كثير شعيرات دموية؟ مشان توصل لها اكسجين. طب ليش بدها توصل لها اكسجين؟ لانه بتعتمد بصوره اساسيه عليه. لمين؟ للاستقلاب التاكسدي، تمام؟ قلت لكم شوفوا حق التصويب، قلت لك هيك الكلمه استقلاب تاكسدي. المهم في انتاج الطاقه، تمام؟ وبالتالي استقلاب تاكسدي يعني انت بحاجه اكسجين كثير، وهذا توفر عنا لانه في عنا شعيرات دمويه كثير، وبحاجه شو؟ ميتوكوندريا، متقدرات، وبالتالي عنا كثير متقدرات. شغله كثير كانت مهمه، شبكه الهدوء ما سرعه التقلص. بالتقلص ليش؟ ليش هون بدها كثير شوارد كالسيوم؟ لانه يا اخي ببساطه انت عم تحكي، انت عم تحكي عن الياف سريعه، يعني الكمون للعمل لازم يكون سريع، خروج الشوارد الكالسيوم لازم يكون سريع، توضع شوارد الكالسيوم على الترومبونين سريع، تقلص واقتراب الاكتينوم ميوزي لازم يكون كلياته سريع. يعني حتى ما بس عم نحكي على الكالسيوم، ولكن احنا اتفقنا الكالسيوم هو مفتاح كل شيء، هو المفتاح. تذكروا الرسمه اللي هيك لساتها ها؟ ها؟ وبالتالي يعني هو بداية كل شيء، لما الكالسيوم بيكون سريع اللي بعده كله رح يصير شيء سريع، تمام؟ طيب كمية كبيرة من الانزيمات تحل السكر وتنتج شفتوا من منتج الطاقة عند الألياف السريعة؟ من السكر وليس من الاستقلاب التأكسدي. طيب أما البطيئة بقى، شو الألياف البطيئة؟ كمية كبيرة من الميوجلوبين. يا جماعة بتتذكروا من سمعنا كلمة الميوجلوبين؟ نحن ميوجلوبين مثل الهيموجلوبين. يا جماعة كلمة جلوبين هو نوع من البروتينات، البروتين الجلوبين، طب يعني ولو الكلمه ما كثير مضبوطه، بس يعني الجلوبين نوع من انواع البروتينات اللي بيحتفظ بالحديد جواته. لهيك نحن في شيء اسمه بتسمعوا انتم فقر دم بيعوز الحديد، يعني فقر دم والله هذا حديد ناقص صاير مع فقر دم، والله لازم تتغذى، ما هيك بيقولوا مثلا على بعض البنات اللي معهم فقر دم. فهذا شو بيكون عندهم؟ بيكون الميوجلوبين، الهيموجلوبين عفوا، الخضاب قليل عندهم، لهيك ما عندهم كثير حديد، تمام؟ ليش قالوا الخضاب؟ لانه ما في حديد يشكل الخضاب، لانه الخضاب هيموجلوبين جلوبين، ما في جلوبين اصلا، ما في حديد يشكل جلوبين يا جماعه، تمام؟ الخلاصه الموضوع شو هي مشان ما كثير ندخل بالحيط. كلمه جلوبين دائما بنربطها نحن مع الحديد، اوكي؟ فالكلمه اللي قبلها هل هي هيم يعني دم باللغه اللاتينيه، هيم يعني دم، هل هي ميو يعني عضل؟ ما بهمني، المهم جلوبين يعني حديد، فنحن هلا الكلمه هي ميو يعني عضل وحديد، يعني خضاب العضلات، هيك مترجم لكم اياه على اساس هو بروتين يحوي حديد. خلص فهمنا ليش يحوي حديد، وبيشبه الهيموجلوبين الموجود في كريات الحمر بس غير اسم. هذاك هيمو لانه هيمو يعني دم باللاتيني، اما هذا ميو يعني عضلات. اذا يقوم الميو، يا جماعه الخضاب شو لونه؟ احمر، مصاح، برافو عليكم. يقوم الميوجلوبين بربط الاكسجين باختزان الحيوي الحجم. شو كان وظيفه الهيموجلوبين بالكريات الحمر؟ بتتذكروا كان وظيفه الهيموجلوبين انه يربط جزيئات الاكسجين مشان يعطيها الكريات الحمر. هو الهيموجلوبين موجود جوات الكريات الحمراء، الخضاب موجود جوات الكريات الحمراء. الكريات الحمراء شو وظيفتها؟ الار بي سي شو وظيفته؟ نقل الاكسجين. فبالتالي نفس الفكره تماما، لانه الهيموجلوبين فيه جلوبين، فالحديد بيرتبط مع الاكسجين، هي معلومه كيميائيه، الحديد بيموت على الاكسجين، بس يشوف اكسجين فورا بيرتبط معه. فنحن عندنا هنيك هيموجلوبين وعندنا هون ميوجلوبين، فالجلوبين بيجي بيرتبط فورا مع الاكسجين وبيخزنه. طب ليش نحن بدنا هون الاكسجين؟ لانه يا جماعه نحن اتفقنا انه هي تعتمد بصوره اساسيه على الاستقلاب التاكسدي، تاكسدي يا جماعه، اكسجين اجباري بدنا اياه، تمام؟ الميوجلوبين مثل الهيموجلوبين تماما يا جماعه، الجلوبين لونه احمر، فالهيموجلوبين شو لونه؟ شو بيعطي لون الكريات الحمراء؟ احمر. اذا ليش الكريات الحمراء لونها احمر؟ لانه فيها هيموجلوبين، فيها خضاب. الكريات البيض ليش بيضة؟ لانه ما فيها هيموجلوبين، فما لها لون، لونها ابيض، تمام؟ طيب الميوجلوبين جوات العضله لما بيكون موجود جوات العضله، فبالتالي رح يعطيها لون الاحمر، فلهيك نحن بنعرف العضلات الحمر، هي العضله اللي بتشتريها من عند البياع، يعني العضلات الحمر.
اه طيب، هلا نحن الطويله الاسرع، عفوا الالياف السريعه، هل بحاجه شيء جلوبين؟ لا، لانه نحن ما بدنا اكسجين اصلا. الجلوبين كانت وظيفته، الميوجلوبين كان وظيفته شو؟ ربط اكسجين. نحن ما بدنا ربط اكسجين، نحن اصلا الاكسجين ما لازم لنا، استقرابه الاكسيد كلياته ما لازم لنا الطز، نحن عندنا تحلل السكر، وبالتالي ما عندنا ميوجلوبين الالياف السريعه، وبالتالي شو بيكون لونها؟ ما لونها احمر، يعني شاحن، ما له لون، يعني العضلات البيض او الشاحبه او الى اخره، سموه اللي بدكم اياه. طيب هلا اخر فقره عندنا اياها اللي هي النسيج العضلي الاملس، رح نحاول اسرع شوي لانه كبر الفيديو، يعني انا اسف نوعا ما، حركه هون كلياته حكي نظري. هلا هون شيء مهم، عضلات الملس عديده الوحده وعضلات الملس وحيده الوحده، يعني يا جماعه صراحه نحن بيكون عندنا هات لحتى نرسم لكم اياها ونفهم عليها اكثر، هذا الشيء كثير مهم، لهيك مضطرين ناخذ وقت فيه. يعني شوفوا العضلات الهيكلية، نحن اتفقنا كل عضلة هيكلية، هي عضلة هي عضلة هي عضلة هي عضلة هي عضلة، إذا ها يعني لو الرسمة ما كتير مظبوطة بس استحملونا يعني معلش. افت تمام على أساس النواة يعني. طيب يا جماعة المهم، إذن هذول فلنفترض مجموعة عضلات هيكلية، احنا اتفقتوا مع إذا بتتذكروا اتفقنا إنه العضلة الهيكلية كل عضلة بيجيها عصب محور عصبون بيعمل عليه السيالة العصبية وبالتالي بينبهها، صح ولا لا؟ كل خلية عصبية بتتذكروا الفيديو اللي تابعناه ما صح؟ هي هذا اللي عم بيرسمه، هذا كلياته محور محور عصبون يعني مشان يعمل فيه التنبيه. هلا العضلات الملساء نفس العضلات الملساء طبعا، خلينا نحذف هذا، عضلات الملساء عديدة الوحدة نفس الفكرة تماما، يعني هي مثل العضلات الهيكلية، ها شايفين؟ يعني لكل خلية عضلية العصب محدد ذات نفسه هو اللي بيعطيها كهرباء وبيخليها تنتشر السيالة العصبية فيها وما يتبعها من أمور من تحرر كالسيوم وإلى آخره إلى آخره. تمام طيب، بغطي السطح الخارجي لها. طيب اوكي طيب، اما العضلات الملس الوحيده الخليه شو هي؟ هون ركزوا معي شوي، عضلات الملس الوحيده الخليه هي بهالشكل هذا، عندك هي الخليه تمام، وعندك هي الخليه فلنفترض، وعندك هي الخليه، وعندك هي الخليه مثلا، اوكي لحد هون هلا مبين انه نفس الشيء، نفس العضلات اللي فوق، لا ولكن ها شوفوا شو عندنا هون. لأن هون هو هذا الشكل، شو عملت يا جماعة؟ هدول توصيلات، إذا الوحيدة الوحيدة اللهم صل على محمد، وحيدة الوحدة يعني كلياتك كأنه جزء واحد، اوكي فالخليه هون والخليه هون والخليه هون مرتبطين مع بعض بشيء اسمه موصلات فجويه، جاب جانكشن، موصلات فجويه لانه سموها، لان موصلات لانه موصلات، وفجويه لانه بتعمل مثل فجوه بين كل الخلايا. تمام فسؤال، انا لما بيكون عندي سياره عصبيه هون، اوكي هي السياره العصبيه ليك ها هون العصب على هذه الخليه، صار هون نزع استقطاب يعني كمون عمل، اوكي شو اللي بيمنع الاستقطاب ما ينتقل للخليه اللي جو المجاوره؟ ما في غشاء خليه لحتى يمنعها، هي يا جماعه كانه خليه واحده هذول، وبالتالي بينتقل من هون لهون من هون لهون وهيدي من هون لهون، يعني هي من هون لهون، وبالتالي لسه بكفي على كل خليه ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وبالتالي بيشتغلوا كانه وحيد الوحده، كانه وحده واحده. تمام اذا تتشكل عدد الصحف خلطه تزن خشيط الخليه مع بعض البعض، يعني بتوقع هيك من الوقت مفهوم صار. المستويات الفجوية ها هذا اللي رسمته باللون الأحمر، تسمح الشوال بأن تمر عبرها بحرية من الخلية الكاملة إذا كتلة كاملة من الفعل حكي كامل. إذا القسم الأكبر منها يتم التحكم به بتنبيهات غير عصبية. إذا يا جماعة أنت لما عم تحكي إنه كل عضلة ما في إلا طريقة لتتنبه غير عن طريق شو؟ عن طريق الكهرباء. يعني احنا رسمة هاي الفوق، هاي العضلات المتعددة الوحيدة، هاي كل وحدة منهم اللي كنتوا شايفين شو بدها عصب ذات نفسها،
وبالتالي مستحيل تتنبه اذا ما كان في عصب، يعني مستحيل تتنبه غير عن طريق العصبي. اما هدول الخلايا مثل ما شايفين يا جماعه، هي خلايا بتتنبه بطريقه ثانيه غير عصبيه، صح ولا لا؟ هون محل هاي الموصلات الفجويه ممكن تتدخل هرمونات، ممكن تتدخل مواد كيميائيه تخلي هالموصلات الفجويه تبعت اسه اكثر، يعني توصل اسه اكثر وتخلي السياره تنتقل اسه بشكل اكبر يعني، تمام؟ فبالتالي الموضوع ما بس موضوع اعصاب، هي الشغله كثير مهمه، لانه اصلا العصب ما عم يمرق غير على، يا جماعه العصب هون وين موجود من تحت الصوره؟ ليك تتذكروا، ليك وهذا هو، ليك هون بحط لكم اشاره، ليك وهذا هو العصب، ليك هون. فهو عصب على خليه واحده، طب باقي الخلايا شو؟ ما عصب، شغلات ثانيه، تمام؟ هرمونات، ممكن اعصاب، ممكن شغلات ثانيه، فاذا القسم الاكبر منها يتم التحكم به تنبيهات غير عصبيه، تمام؟ انتبهتوا؟ طيب اذا وين توجد هذه العضلات؟ اذا نحن عم نحكي عن عضلات ملساء، يعني عضلات نحن ما لنا اراده فيها اصلا، ماشي؟ ولكن هي نوعين. الملساء عديده الوحده، يعني هذول ما يعني كل وحده بدها عصبون لحالها، موجوده بالعضله الناصبه، بدكم تحفظون بصم اجباري، وبيجوا كثير وكثير مهمين، بيجوا بيقولوا لك العضلات العديده الوحده، بيحطوا لك هدبيه العين ولا الحالب ولا الرحم ولا الاوعيه الدمويه، خلص بدك تعرف الجواب، تمام؟ بدكم تحفظوا مصم لزق، خبط لزق، اوكي؟ ماشي. ها هون صورة حلوة. مثل ما شايفين هذا شو هدول؟ هدول كل وحدة عايشة لحالها. أما هدول شايفين الاتصالات، شايفين الاتصالات، هذا هو الجاب جانكشن، شايفين؟ ها ليكو حاطط لكم اسمها الجاب جانكشن، يعني الموصلات الفجوية. اوكي؟ طيب. هلا كيف تتخلص العضلات ال ملساء؟ هون يعني هون حكينا عن الماكريات وبصم، طيب هلا بتوقع هون خلص الفصل، بس في شغله لازم نفهمها اخر شيء اللي لازم نشرحها، هي فعلا بدها شرح، يعني اللي هي تنظيم التقلص بواسطه شرائح الكالسيوم. يا جماعه هذا الحكي كثير مهم. كيف هلا بصير التقلص بالعضلات الملساء؟ يعني هو شوي بيشبه الوضع، اوكي؟ شوي بيشبه الوضع. اذا بس الفكره لازم نحفظها انه الافل، لما بتذكروا الافل اللي حكينا عنه كان وقتها الترمبونين، لا هلا صار اسمه الكالمودين، ماشي؟ اذا شو هو الكالمودين؟ الكالمودين او الكالمودين يعني هو بروتين كمان وافل وناطر الكالسيوم حرفيا، ولكن موجود وين؟ بالعضلات الملساء، تمام؟ يتحد الكالمودين مع اربع شوارد كالسيوم، وهو يشكل الترومبونين بذلك، ولكنه يخالف بطريقه التي يبدا، يعني بس عم يفهمكم انه هو بيشابه الترومبونين، يعني هو قفل. شوفوا خلينا نحكي في شوي شوي، ما راح نرجع بس مشان الوقت. اشاره يعني سيء، يعني من العصبون اجانا، من اعطانا الكهرباء بالعصبون، الخليه صار في كمون عمل، صار زوال استقطاب او يعني سيال عصبي او تكهربت الخليه كلياتها، تمام؟ انفتحت الاقنيه البلازمي يعني موجوده بالشبكه الهيوليه، نفس هون لحد هلا هون الحكي كله مثل ولحد هون استحتى مثل الخلايا العضليه الهيكليه، تماما تماما. شو الاختلاف بقى؟ لكن الاختلاف هون بقى، هونيك كان يرتبط مع الترومبولين، صح ولا لا؟ هون اتحاد السي اي مع الكالمودولين، تمام؟ اذا اتحاد السي اي مع الكالمودولين، بعدين تشكيل معقد كالسيوم كالمودولين، يعني بيتحدوا مع بعض بصيروا جزيء كبير، هذا الجزيء الكبير بقى ارتباطه مع انزيم وفسفر داخل العضله الملساء يدعى كيناز ميوزين. اذا شو هو الكيناز ميوزين؟ الكيناز ميوزين هو انزيم قاعد ناطر، ناطر مركب ضخم جدا جدا يقعد عليه، ما بيشتغل وما بيتفعل هذا الانزيم اللي اسمه ام ال سي كي او الكيناز ميوزين الا لما يتوضع عليه جزيء كبير كثير كثير، الجزيء الكبير كثير كثير الكالمودولين موجود جوات الخليه، ولكن ناطر وقاعد مانو كافي لحاله لحتى يقعد على هذا الانزيم. بينطر مين؟ الكالسيوم، لما بيتحرر الكالسيوم بيرتبط مع الكالمودين، بصير فيه معقد، يعني الشيء كبير حجمه كبير، هذا الحجم بيقعد بقى على الكيناز ميوزين على الانزيم، لما بيقعد على الانزيم بيتفعل الانزيم. طيب شو بيعمل هذا الانزيم؟ ليش عم نحكي نحن هي اللعبه كلها مشان نفعل هذا الانزيم؟ شو بيسوي هذا الانزيم؟ يلا ركزوا. يفسفر واحده من السلستين الخفيفتين اللي كل اسمه ميوزين وتدعى هذه السلسله المنظمه ارتباط رئيسي. شو يعني يفسفر؟ يعني بيعطي طاقه حرفيا. اذا هذا كل اجهزه الانزيم يعطي طاقه، يفسفر يعطي فوسفات. مشان شو؟ مشان راس الميوزين ياخذه. تذكروا راس الميوزين كيف كان شكله؟
ومشان شو مشان يتقلص يرتبط البيوزي مع الاكتينيوم الزرق. هذه هي القصه. طيب ماشي اوكي خلصنا، حبوا بعض ومشي الحال. بتتذكروا هنيك بهذيك المرحله كانت الاتبي تيجي تتوضع على الميوزين، وبدها تيجي الوزن تنزله للميوزين ويبعدوا الميوزين عن الاكتينيوم. هلا كيف الوضع على الراحه؟ ترخفت شوارد الكالسيوم، اشتغلت شوارد الكالسيوم خلص باقي خالصين، بدها ترجع لبيتها للشبكه الهيوليه. لما بتخلص الكالسيوم الكالمودولين لسه بيقدر يرتبط مع حدا؟ ما بقى في يرتبط مع حدا، يعني معقد كالسيوم كالمودولين وينه؟ معقد كالسيوم كالمودولين بحبح. شو يعني انزيم الكيناز ميوزين كمان بحبح. شو بيؤدي لهذا الشيء؟ بيؤدي هذا الشيء وقفه ليك ها؟ يتطلب عكس فسفره راس الميوزين انزيم اخر هو الفوسفاتاز ميوزين. اذا يا جماعه انت كانك عم تقول لي انه في عندنا انزيمين معاكسين، واحد بفسفر السلسلتين وواحد بيعكس الفسفره. مزبوط حرفيا هيك، يعني نحن عندنا الفسفاتاز ميوزين وعندنا الكيناز ميوزين، تمام؟ اثنيناتهم عكس بعض، اثنيناتهم يعني مثل اثنين عم يشدوا طرف بعض. اول شيء لما انت طلقت الكالسيوم فعلت الكيناز ميوزين اكثر لانه خليت يصير في معقد، تمام؟ معقد الكالسيوم كالمودين، بالتالي فعلت الكيناز ميوزين اكثر، فلهيك صارت الغلبه للكيناز ميوزين. لما راح الكالسيوم بوضعة الراحه راح الكالسيوم، وبالتالي راح المعقد كالسيوم كالمودولين، فهذا الكيناز ميوزين ببقى صار متفاعل كثير، وبالتالي مين بياخذ بيستلم الكفه؟ فوسفاتاز ميوزين. فوسفاتاز ميوزين شو بيساوي؟ ببساطه بيعكس فسفره راس الميوزين، يعني بيبعد راس الميوزين عن الاكتين، بخليه يتفسفر يعني مشان الاي دي بي يتحول لاي تي بي، وبالتالي يصل الفوسفات عن يفصل الفوسفات عن السلسله الخفيفه المنظمه، وبالتالي يتوقف التقلص، يعني يفصل الاكتين عن الميوزين يتوقف التقلص. تمام؟ يعني الحكي كلياته بتوقع صار مفهوم. هون هون المقارنه، على فكره المقارنه كثير حلوه عندهم عاملين لكم اياها، بس كلياته حكي يعني نحن شارحين، بتوقع ما بقى في شيء زياده. هو اخر اجابه صحيحه، معناها خلص هذا البحث. هلا شوي تعبني، بعتذر منكم طولت فيه شوي. اذا عندكم اي سؤال او في فقره فعلا انا ما حكيتها طفيتها من دون بحث خبروني، حطيت رقمي تحت وراح احط الفيديوهات كمان تحت، واي شيء ثاني بدكم اياه تكرم عيونكم. سلام.